Okay. ثواني بس. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله الدنيا تكون لطيفة معاكم الفترة دي، تكون تستفادوا من السيشنز اللي بنقدمها. النهاردة هيكون تاني لقاء لينا في مسابقة ال CTF بعنوان Reverse Engineering. هدمنا باشمهندس احمد وائل، محبك باشمهندس، يعني باين من قبل ما السيشن تبدأ الدنيا تكون ممتعة ومفيدة جدا. شكرا يا اهلا يا شباب، مرحبا بكم في Introduction to Reverse Engineering at x86. شويه رولز بس قبل ما نبدا سريعا، ممكن اكون قلتهم من شويه قبل ما نبدا، بس لو في اي حد واقف مع اي حاجه قبل ما السيشن يبدا، سوري قبل يعني وسط ما انا بشرح، في حد واقف مع حاجه يقول لي حاجه مش فاهمها او كده. لو يعني وقت ما خلاص حسيتوا انكم فصلتوا وعايزين بريك، احنا لينا بريك في النص، فقولوا لي عايزين تاخدوه امتى. انا مش عارف يعني، هحاول اقيمها بس هو يعني صوت لو حضرتك خلاص بيقطع شوية ولا أنا ولا ده اللي عندي؟ مش عارف باقي الشباب ممكن يقولوا لنا. شكله عندك لو بس الصوت يعني. تمام عندكم ممكن تقولوا في الشات. هو شكله عندهم هم تمام. اوكي. بس ف ده شورت. لو مش فاهم اي حاجه قولوا لي عايزين بريك امتى، وحاول على قد ما تقدر تركز في السيشن. انا عارف ان سهل قوي انك تتشتت، تلاقي نفسك فتحت ويب سايت تاني بتاع اي حاجه تانية ممكن تعملها غير انك تبقى مركز في السيشن، يا ريت ما تعملهاش. معلش، في حد بس باسل، بس استاذنك ممكن تعمل ميوت. شكرا. اوكي. هنبدا بقى. هعرفكم بنفسي، انا احمد نياح، بشتغل كهاردوير وفيرموير ثريت ريسيرشر. اغلب الاكسبيرينس بتاعي قبل كده كان في الديجيتال فورنزكس والانسيدنت ريسبونس. اللي منكم لعب سي تي اف قبل كده هيبقى عارف ايه هي الديجيتال فورنزكس، بس هي باختصار لما بيحصل انسيدنت في شركه او في اي مكان، مش شرط يكون شركه، ممكن تكون جهه حكوميه، ممكن يكون اي مكان في اي تي انفراستراكشر وحصل له اتاك يعني بشكل ما. بيبقى في لما الانسيدنت ده بيحصل احنا بنحتاج ريسبوند ليه، فده بيبقى جزء من شغلنا يعني. اشتغلت بريفرس انجينيرنج، اشتغلت شويه الكترونكس، بحب عامه اللو ليفل ديفلوبمنت والحاجات دي. ده اللينكدين بتاعي، يا ريت ما تخشش عليه دلوقتي لو انت مهتم يعني، خليه في اخر السيشن بعد ما اخلص. وموجود السلايدز دي هبعتها لكم واللينك هيبقى موجود يعني. طيب الاجنده النهارده هنتكلم على ايه؟ هناخد يعني ريمايندر كده او ريفرشر عن ايه هو الكمبيوتر اركيتكتشر. هكلمكم على البروجرام لايف سايكل، ازاي بروجرامز بتبيلد من اول ما بيبقى عندي سورس كود لحد ما بعمل لها ران. هكلمكم على ريفرس انجينيرنج، وده يعتبر جزء اساسي من اللي احنا بنتكلم عنه. بعد كده هكلمكم على ايه هي السي تي اف. اظن في ناس عندكم، في ناس منكم لعبوا سي تي اف قبل كده، فهيبقوا فاميليار مع ده، بس هكلمكم عنها يعني. بعد كده هنبص على البروجرام لايف سايكل اللي انا اتكلمت عليه الاول ان ديبث شويه. بعد كده هبتدي بقى introduce you للريفرس انجينيرنج تولز. بعد كده، ودي اكبر جزء في السيشن، هتستحملوها معايا شويه بس اتس فيري انترستنج، واللي منكم عايز يكمل في الكارير ده essentials لازم يكون عارفها. هعلمكم شويه assembly. كنت اتمنى ان هي تبقى workshop interactive شويه، بس ده هيبقى صعب مع الاسف لانها ريموتلي والpreparation صعب، مش كل الناس هيبقى عندها الاجهزه جاهزه وكده. ف I'll try to make it as interactive as possible، بس هيبقى صعب ان كل واحد ينزل بروجرام عنده ويحاول يعني. بعد كده هوريكم شويه لايف اكزامبلز واقول لكم ازاي تكملوا لو عايزين تكملوا ليرنينج في الباث دي يعني. خلاص. طيب كمبيوتر اركيتكتشر، تعالوا كده نتعرف على الكمبيوترز. هي ايه وبتشتغل ازاي اصلا. لو فاكرين في ابتدائي كنا خدنا ان الانبوت بيخش الكمبيوتر وبيطلع لنا اوتبوت، وده ببساطه هو اللي الكمبيوتر بيعمله. مش يعني it can get more complicated than this، بس دي ابسط حاجه. لو هنرجع اللي منكم كان في كمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرنج، هيبقى غالبا خد كمبيوتر اركيتكتشر كورس بشكل ما، فهيكون خد حاجه زي كده، ان احنا عندنا انبوت ديفايس واوتبوت ديفايس، والانبوت بيعدي على البروسيسور، والبروسيسور بيكوميونيكيت مع الميموري بيستخدمها علشان يطلع لك في الاخر اوتبوت. تمام. فده البيزك كمبيوتر اركيتكتشر، معروف بفون نيومان اركيتكتشر، بس مش فارقه هو اسمه ايه، المهم ان هو ده البيسك كمبيوتر اركيتكتشر بيسكلي. تمام. في اي اسئله لغايه دلوقتي؟ تمام. اوكي. طيب حلو. طيب ازاي انا اخلي حاجه اكسكيوت على الكمبيوتر؟ برضو اللي منكم كان في كمبيوتر ساينس كمبيوتر انجينيرنج غالبا شاف حاجه زي دي.
بيبقى عندي source code. ال source code بيتعمل له compilation بيطلع منه ايه object files. ال object files دي بتبقى عبارة عن هو ال source code بس اتحول بشكل ما الاسمبلي. خلاص هنعرف كمان شوية details اكتر. بعد كده البروجرام ده بيتعمل له لينك باللايبريز اللي هو بيستخدمها. اللايبريز دي اللي هي مثلا حاجه لو انت كتبت سي بلس بلس قبل كده بيبقى عندك سي اوت سي ان او سي, بيبقى عندك برنت اف سكان اف مام سيت. الحاجات دي كل دي بتبقى لايبريز انت ما بتكتبهاش فروم سكراتش, انت بتستخدم الفانكشن بس. فهو اللينكر بيلينك الايه الاوبجكت فايل بتاعك او الباينري بتاعك باللايبريز دي عشان يعرف يرن, ما هو مش هيعرف يرن من غيرها. خلاص وده بيطلع لك الباينري فايل بتاعك اللي هو البي اي لو هو على ويندوز دوت اكزي دوت دي ال ال وهكذا, او ELF executable and lickable format بتاعت لينكس اللي هي shared object files اللي هي بتعادل DLLs, او في لينكس ما بيبقاش ليه extension او البروجرام يعني. خلاص حد عنده اي اسئله لغايه دلوقتي؟ اوكي طيب. طيب ازاي بقى طيب الباينري بقى بعد ما هو بقى باينري فايل خلاص بقى معايا حلو ازاي بيرن؟ فهو بيبقى في حاجه في الاو اس اسمها اللودر. خلاص لما انت بتدبل كليك على بروجرام او بتعمله رن من التيرمينال هو اللودر ده بياخد الباينري فايل بيعمل لودنج لللايبريز اللي هو لينكت معاها. تمام يعني انا مثلا بستخدم برنت اف, فبرنت اف دي بتلينك مع ستاندرد اي او بتاعت سي. خلاص فهو بيروح يلود الشيرد اوبجكت دي او الدي ال ال ده لو انا على ويندوز ويعمل لها لود في الميموري ويعرف الباينري الادرس بتاع الفانكشنز دي فين, وبعد كده ايه البروسيس تبقى شغاله. تمام لغايه هنا ما اظنش ان انا قلت كلام جديد قوي 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 يعني, ممكن تكون ما سمعتوش قبل كده which is fine, انا اول مره ذاكرت الكلام ده كنتش سمعته. بس هل لحد هنا حد عنده اي اسئله؟ اوكي تمام خلاص. طيب هنفترض بقى انا عايز اعمل عكس كده ماشي, انا عندي بروجرام وعايز اعرف هو شغال ازاي. طب ليه اعمل كده اصلا؟ هنعرف دلوقتي. الريفرس انجينيرنج هو ان انا ابقى فاهم الانترنالز بتاعت اي حاجه ازاي حاجه شغاله من جوه من غير ما يبقى معايا الديزاين بتاعها. خلاص وده مش بيليمت للسوفت وير بس, يعني مثلا ممكن يكون سوفت وير, طبعا ممكن يكون هارد وير. عندي مثلا بورد زي دي اللي موجوده في السلايدز دي وعايز اعرف هي متكونه من ايه وايه الشيبس اللي عليها دي. خلاص ممكن يكون حاجه 3 دي, مثلا هنفترض ان في توستر عندي باز مثلا ولقيت فيه مثلا يعني هفترض ان في ترس باز, يعني اكزامبل سيء كتوستر بس يعني هنفترض ان في ايه ترس فيه باز, فهقدر ان انا اعمل له سكاننج مثلا واعرف هو معمول ازاي واعمل واحد زيه, سواء كنت مثلا هعمل له 3D printing لو هو بلاستيك او هعمله في مصنع لو هو حديد هكذا. فريفرس انجينيرنج هي معايا حاجه عايز اعرف هي شغاله ازاي او معموله ازاي علشان اسباب كتير بقى, ممكن تكون عايز تعمل لها ريبرودكشن, عايز تعمل زيها, عايز تصلحها, في اسباب كتير مختلفه يعني. في حاجات ان ايثيكال منها ودي بوينت مهمه جدا هنتكلم عنها قدام. خلاص which we should always never do, عمرك ما تعمل كده يعني. لو هتريفرس انجينير حاجه عشان تعمل منها مشكله ما تعملهاش ريفرس انجينيرنج, دي احسن حل يعني. خلاص وحد كان بيقترح وانا بحضر السلايدز دي ان احنا ممكن ريفرس انجينير اكل او شرب, يعني كايند اوف يعني تبقى جايب اكل من بره ووالدتك تقول لك يفرق ايه على الاكل بتاعي فتدوقه فتحاول تفكر في الريسيبي بتاعته ايه عشان تعمل زيه, يعني ممكن تقول عليه ريفرس انجينيرنج. هو مش انجينيرنج قوي بس هو تكنيكلي برضه في ريفرسنج يعني. طيب في عندنا الالكترونيك ريفرس انجينيرنج ده موجود, ده يعني اي حد انت وديت له موبايلك غالبا يصلحه مثلا او كمبيوتر يصلحه غالبا بشكل ما بيرفرس انجينير السيركت الى حد ما, بالذات لو هو اول يعني مش بس بيبدل بارت مثلا, هنفترض ان هو بيبدل اي سي او حاجه, هو بيبقى بيفهم اللي اوت بتاع البي سي بي عامل ازاي, ايه الديزاين بتاعها, طب اللوجيك بتاعها ماشي ازاي هكذا, وده بيفرق قوي في الريبيرز وفي مثلا اللي بيعملوا اكستنشنز, في حاجات كتير بيستفادوا منها يعني في الالكترونيك ريفرس انجينير, وهنبص على شويه منهم تاني قدام. وعندنا السوفت وير ريفرس انجينيرنج, وهو السوفت وير ريفرس انجينيرنج هو عكس الريفرس عكس الكومبايليشن اللي احنا لسه اتكلمنا عنه. احنا قلنا ان احنا عندنا سورس كود في الاخر بينتهي ان هو بيبقى باينري, والباينري ده بيرن وبيطلع لي بيهيفير معين. فمثلا لو هو كالكوليتر ابلكيشن مثلا البيهيفير بتاعه ان هو بياد وسبتراكت وهكذا, بدوس على البتن ده يطلع لي رقم هكذا. الريفرس انجينيرنج هو حرفيا عكس ده, انا معايا بيهيفير
البيهيفير ده طالع من باينري والباينري ده كان جاي من سورس كود. طب هل انا هوصل للسورس كود 100% او يمكن نقول 99% من الوقت؟ مستحيل توصل للسورس كود الاصلي لليوزر كتبه، صعبه جدا، صعب يعني شبه تكون مستحيله، لان انت الكومبايلرز نفسها بتعمل حاجات في الكود بتغيره بشكل ما، بحيث انت حتى لو انت كتبت كود انت ما تضمنش الاسمبلي اللي طلعت دي بتماب للكود ده، بس هي لازم هتكون بتعمل نفس الحاجه. الكومبايلرز تعمل اوبتمايزيشنز حاجات كتير احنا انت ممكن تعرفها طبعا، بس قصدي مش هتخليها صعب ان انت تعرف ترجع للاوريجينال سورس كود. فعشان كده السهم ده ما بيكملش للاخر، هو تيبيكلي هيكمل للاخر بس ده عمره بيحصل. فانت بتقف في مكان ما في النص، بحس ان انت بقى عندك علم كافي البروجرام ده بيعمل ايه من غير ما يبقى معاك اكسس للسورس كود، وهو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل. تمام، حد لغايه دلوقتي عنده اي اسئله؟ اللي عنده سؤال ممكن يفتح المايك او يكتب في الشات، نو بروبلم، انا شايف الشات فوق هنا، واللي عايز يتكلم براحته برضه. اوكي طيب، ايه بقى الابلكيشنز لكل اللي احنا قلناه ده؟ يعني كتير منهم. اول حاجه انتوا قلتوها يعني ربنا يحفظكم ما شاء الله، يعني بادئين بنيه جميله، الكراكينج يعني ولا حتى في المستقبل اللي كومبايلرز بايكسيرو او بيكسيرو ماشي معاك حق، بس هنتكلم عن النقطه دي قدام شويه، مش عايز اتوه الناس دلوقتي واتكلم دلوقتي على موضوع الديكومبايلرز، بس هنتكلم عليه قدام. بس ممكن تتحسن، بس برضو هو هيعرف منين ده الاوريجينال كود ولا لا؟ حتى لو انت بتقول له انا لقيت الكود ده طالع، تعرف منين الكومبايلر ما عملش عليه اوبتمايزيشن او كده؟ I could be wrong، ممكن اكون غلط تماما، بس هنعرف يعني، هتكلم قدام على الديكومبايلرز ونشوف برضو راي الناس ايه في الموضوع ده. هي مش حاجه انا هقدر ابريدكتها بنفسي يعني. خلاص مهم، ما شاء الله عليكم يعني قلتوا الكراكينج، ودي حاجه يعني unethical، غير اخلاقيه، illegal، غير قانونيه، ولو عملتها واتمسكت probably هيبقى عندك قضيه كبيره تشوفها، فما تعملش كده. بس هنتكلم على الابلكيشنز اللي بجد يعني. طيب ايه الابلكيشنز بتاعتنا؟ الاكسبلويت والمالوير ديفلوبمنت، في مالويرز يعني جزء منها بيكتب منها اجزاء بالاسمبلي، فده مش ابلكيشن ريفرس انجينيرنج، بس هو بيعمل ايه؟ هو بيريفرس مالويرز شبهه علشان ياخد منهم افكار، خلاص، او بيريفرس التارجت بتاعه. يعني مثلا زي ما تقريبا عمر كان بيتكلم في اول السيشن على موضوع الفولنربيليتي ريسيرش، لو انا مثلا واحد عايز يدور على باجز او فولنربيليتيز في هاردوير او فيرموير، خلاص، طب هعمل ده ازاي؟ هحتاج ريفرس الحاجه دي او ابتدي افهم هي شغاله ازاي الاول. فطبعا بيفيده جدا، عشان تكتب مالوير لحاجه لازم تكون فاهمها، فعشان يفهمها لازم يكون بيعرف ريفرس انجينير، لان انت الهاردوير او فيرموير بتاعك ده مش يعني الديزاين بتاعه مش هيبقى بابليك 99% اوف ذا تايم، ده بيبقى مقفول عليه جامد جدا. بس عايز اوضح ان انا بتكلم عن الناحيه دي من ناحيه الاثيكال هاكينج، ان انت واحد بيعمل ده علشان يديفند الحاجه دي، بعد ما اكتشف الفولنربيليتي دي هيروح يريبورتت ويحاول يصلحها او يساعد الشركه ان هي تصلحها، مش بيعمل كده علشان يعمل مالوير يدستروي الكمبيوتر بتاعت الناس او يدمج او يعمل اي حاجه غلط. يعني احنا عارفين الغلط مش صح اغلبنا، تمام. وبيستخدم الريفرس انجينيرنج في عكس ده بالظبط في المالوير اناليسس. هنفترض ان انا بقى واحد شغال ريسيرشر ولقيت مالوير بياتاك حاجه، طيب هعمل له اناليسس ازاي؟ نفس الحاجه، هو المالوير ده في الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن بروجرام بس بيعمل حاجه وحشه، بيمسح فايلز، بينكريبت فايلز، وات ايفر اللي هو بيعمله، في الاخر هو بروجرام. فانا عندي بيهيفير وكان مكتوب كسورس كود ومعايا باينري في النص، فهقدر ارجع عادي جدا مفيش اي مشكله، هفتح المالوير اشوف البيهيفير بتاعه واعرف هو بيعمل ايه. تمام، السايبر اسبيوناج، عايز يعني دول عندها سايبر ويبنز بتجسس على دول تانية، هيعمل كده ازاي؟ معاه سامبل من الويبنز بتاعت الانمي، هيبص على الويبنز دي شغاله ازاي؟ نفس الفكره، خلاص. طيب عندنا حاجه تانية، الهاردوير سيكيورتي، دي اتكلمنا عليها شويه في المالوير ديفلوبمنت. بس الهاردوير سيكيورتي انت لما تكون بتحاول، باي ذا واي الهاردوير سيكيورتي بتروح بوث ويز، هي هتبقى بتريفرس انجينير هاردوير وسوفتوير، لان انت هتبقى بتريفرس الفيرموير معاها برضو. الهاردوير ريبيرز اتكلمنا عليها شويه، عايز تصلح حاجه
هتحتاج تريفرس انجينيرت، يعني هتحتاج تفهم الشيب دي ايه وشغاله ازاي. ما ينفعش مش مجرد بس ان انت تشيل الشيب وتحط مكانها، ممكن ما تطلعش هي اللي بايظه، فبتحتاج تفهم السيركت. يعني اللو ليفل سكيورتي نفس الفكره برضو زي الهاردوير سكيورتي. لوور ليفل معناه ان انت هتتعامل مع اسامبلي اكتر، معناه ان هيبقى في حتت مش واضحه قوي، مش مكتوبه بهاي ليفل كود، هتحتاج تعمل لها ريفرسنج. وعندنا اخر حاجه في الهاردوير ريفرس انجينيرنج الانترفيسنج. لو انا معايا مثلا موتور وعايز اشغله باردوينو مثلا، عارفين الاردوينو مايكرو كنترولر، تمام، بروجرامبل، تقدر تشغل بيه حاجات. لو انا عايز اشغل الموتور ده باردوينو خلاص هعملها، والموتور ده ملوش مانيوال، محتاج ابتدي اشوف البنز بتاعته واحد واحد بيعملوا ايه، او ابص على السيركت بتاعته من جوه عشان انت اعمل له انترفيسنج مع الاردوينو، هحتاج اعمل له ريفرس انجينيرنج لان انا معيش شيت ليه او حاجه بتوضح هو ايه، تمام. والالكترونيك كومبوننتس القديمه، لو انا عندي الكترونيك كومبوننت قديم خلاص ملوش داتا شيت، او عندي كمبيوتر مثلا البارتس بتاعته ادمت فمش عارف اجيب له ريبليسمنت، فهضطر اجيب حاجه جديده، ممكن احتاج اعمل ريفرس انجينيرنج للكومبوننتس بتاعه الكمبيوتر ده علشان ابدل الحاجه اللي باظت دي او وات ايفر بحاجه مودرن تقدر تبقى كومباتبل معاه، لان انت لو فهمت هو شغال ازاي هتقدر تحط له ريبليسمنت بسهوله. تمام، حد لغايه دلوقتي عنده اي سؤال في اي حاجه؟ انا هسال كل شويه، فيا ريت اللي عنده سؤال قبليها يقول، يعني مش مشكله. اوكي، هاسيوم كده ان مفيش حد عنده اسئله فهكمل. بس لو في حد وقت منه حاجه يا ريت يقول ساعتها، عشان هيبقى صعب قوي ان انا ابقى كملت شرح وبعد كده ارجع عيد حته يعني، فيا ريت تقول لي في ساعتها. ما فيهاش اي كسوف، ما فيهاش اي حاجه، كلنا بنتعلم، فيا ريت اللي يقف مع حاجه يقول. اوكي ماشي، خلاص كده فهمنا عن ايرفرس انجينيرنج، فهمنا الابلكيشنز بتاعته. طبعا ليه ابلكيشنز اكتر من كده بكتير قوي 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 يعني، بس انا حاولت ليميتد للحاجات الريليفنت لينا شويه، وممكن تشوفها في سي تي افس بشكل ما، ما عدا السايبر اسبيناج، اتمنى ان حد فيكم يشوفها في سي تي اف. كابتشر ذا فلاجز، ايه هي الفلاجز؟ كابتشر ايه؟ تعال نشوف. السي تي افس او الكابتشر ذا فلاجز هي تشالنجز، عباره عن ممكن تعتبرها ميني جيمز مثلا، بتحاول تسيميوليت اللي بيحصل في الريل لايف سكيورتي. لما انا ابقى واحد ريسيرشر مثلا، او واحد شغال في شركه بجد بعمل سكيورتي، او شغال ريسيرشر لوحدي، او بعمل باج باونتي مثلا او اي حاجه، انا ببقى بدور على جول معين. خلاص، الجول المعين ده السي تي افس بتحاول تحكيه او تعمل له سيميوليشن. يعني ليه؟ ايه الفكره من ده؟ اولا انا التهفن، الموضوع بيبقى ممتع جدا، انت قاعد بتنجوي وبتجرب حاجات مختلفه لغايه ما توصل للتارجت بتاعك اللي هو الفلاج. خلاص، تتعلم حاجات جديده لان ممكن السي تي اف يبقى فيها تول او كونسبت انت ما تعرفوش قبل كده. والسي تي افس اللي منكم ما دخلش سي تي افس، هي بتبقى مسابقه والتشالنجز دي موجوده، ومفيش سي تي اف انا شفتها في الدنيا ما بيبقاش فيها اوبن انترنت اكسس، حقك تدور على اي حاجه، لان هو مش بيبقى بيختبرك انت حافظ الكوماندز ولا لا، ولا حافظ الكونسبت ولا لا، هو بيقول لك التشالنج اهي زيك زي الريسيرشر، اتفضل حلها، وريني هتحلها ازاي، معاك اوبن انترنت، كتب عايز تجيب براحتك، اعمل اللي انت عايزه، محدش مهتم، المهم ان انت تحل التشالنج، بس بشرط انك ما تاخدش الفلاج من حد، يعني ما تغشش. ودي بتبقى رول نمبر 1 في السي تي افس، يعني بلاش تغش، يعني احنا كده كده هو موضوع فور فن، فبلاش تبوظه للناس الثانيه. بس فالناس بتتعلم كتير قوي من السي تي افس. انا واحد بدا السكيورتي كارير بتاعه في سي تي افس لحد ما، يعني او كانت اتليست من الحاجات اللي بتخليني اتعلم اكتر وازق نفسي ان انا اتعلم حاجات جديده يعني. ف it's really fun يعني. I think الايفنت بتاع IEEE في هنا سي تي اف، اللي منكم يقدر يخش، ان ما كانش الريجستريشن قفل، مش عارف الموضوع ماشي ازاي بالظبط، بس اللي عايز يخش يا ريت، لو مش هنا في مواقع كتير بيبقى عليه سي تي اف، هنتكلم على شويه منهم دلوقتي. تمام، اوكي. فمثلا انا عندنا بيكو سي تي اف. بيكو سي تي اف ده ويب سايت بتخش تبراكتس عليه من غير اي ضغوط ولا اي تايم لاين ولا اي تشالنج ولا كومبيتيشن ولا اي حاجه. انت تخش بتلاقي تشالنجز زي دي مترتبه بالتوبكس بتاعتها وبتلعب، حرفيا انت بتلعب، you're just having fun. لو انت مش بتهاف فن فيها ما تعملهاش عادي، انت حر، it's up to you. المهم ان عندك تشالنجز اهي وبتبقى لذيذه جدا. انا اتعلمت منها حاجات كتير قوي اول ما بدات، موجوده open for everyone. خش register اسمها بيكو سي تي اف، ما تروحش تشوفها دلوقتي، ركز في السيشن وبعدين يبقى شوفها بعد السيشن، كده كده ابعت لك كل السلايدز. اوكي، طيب ازاي بقى السي تي اف بتقارن بالريل وورلد؟ يعني انا برضو مش هقدر اقارن
مش هقدر اقول لك ان السي تي اف اكيوريت بقى، اللي هو انت هتخش تلعب سي تي اف اكنك بالظبط بتحل كيس بتاعت فورنزكس في الشغل، او بتشتغل فعلا على ويب ابلكيشن حقيقي، بس هي قريبه يعني. هو برضو الى حد ما بيقدر يطلع لك حاجه قريبه من ده، وبالذات في التشالنجز اللي مثلا زي فورنزكس او التشالنجز بتاعت البلو تيم او السوك اللي هي فيها ديفنسيف اكتيفيتيز. مشكلتها ان اصلا الحاجات اللي بيشتغل عليها البلو تيم عاده بتكون حاجات سنسيتيف شويه، فبيبقى صعب ان انت تطلعها للناس يلعبوا عليها تشالنج، فبتبقى تريكي قوي ان هو يعمل تشالنج بفكره جديده شويه او بفكره شبه حاجه هو شافها في الشغل من غير ما يبين مين الشخص اللي هم لقوا عنده الانسيدنت او هكذا. الريد تيم برضو يعتبر نفس الحاجه، بس مش بنفس السوق، لان الايفيدنس الريد تيم عنده ايفيدنس بس مش بيبقى هدفه ان هو يشتغل بيها، هو بيبقى هدفه ان هو يبريك الابلكيشن، بس دي قصه ثانيه يعني. اوكي طيب، هل السي تي اف ستيلستيك؟ قلنا مش قوي، بس ده مثلا اكزامبل. مثلا لو هي ويب تشالنج، مثلا معاك ويب سايت وعايز تعمل له هاكينج، او ان انت تخليه اكت بطريقه هو مش بروجرامد ان هو يعمل كده، فهو مثلا ما بيعملش فلتر على اليوزر انبوت. انت دلوقتي لو فتحت فيسبوك مثلا ودخلت كتبت اسم حد هيطلع لك البروفايل بتاعه. طب لو كتبت كود هناك، كود جافا سكريبت مثلا، هل هيشغله؟ لا. ده ليه؟ لان فيسبوك بيعمل فلتريشن للانبوت بتاعك، بيشيل الجافا سكريبت اللي موجود ده، او لو حطيت له تاجز مثلا خلاص. انما لو ويب سايت مش كونفيجرد ان هو يعمل كده، ممكن فعلا تحط له جافا سكريبت ويشتغل خلاص. فالجافا سكريبت ده لو اشتغل ممكن يطلع لك مثلا داتا الفيسبوك مش عاملها بابليك للناس خلاص، هي برايفت داتا او يوزر داتا مثلا، او يخليك تاكسس اكاونت حد. ففي الحاله دي الداتا دي انت لو انت ريل وورلد ريسيرشر هتروح تقول لهم يا جماعه لقيت الباج دي والداتا طلعت اهي، وهو ده كان الجول اللي انت عايز توصل له. انت عايز مثلا تجيب باسورد او اي داتا تثبت ان الباج بتاعتك شغاله اللي انت اكتشفتها. انما في السي تي اف هو ما بيديكش برايفت داتا، فبيديك فلاج. بدل ما يطلع لك برايفت داتا دي مثلا صور حد او يوزر نيم حد او وات ايفر، بيبقى فلاج سترينج كده فيها ليها اسم او اي حاجه، وانت لما بتشوفها بتعرف ان ده فلاج، ان انت كده خلاص وصلت للتارجت بتاعك. تمام. نشوف اكزامبل تاني، ريفرس انجينيرنج. ريفرس انجينيرنج مثلا بروجرام بيكتب حاجه في الريجستري، الريجستري دي تبقى حاجه في الويندوز فيها الكونفيجريشن بتاع السيستم واليوزرز خلاص. طيب ليه ممكن حد يكتب في الريجستري؟ ممكن مثلا يكون مالوير او بروجرام عادي مش مالوير بيكتب حاجه في حاجه اسمها الران كي. الران كي ده هو الباث اللي موجود تحت هنا ده خلاص، تحت في السلايد. ده اي بروجرام بيبقى مكتوب هناك بيفتح اول ما الويندوز يفتح خلاص، اول ما الاوبريتنج سيستم يعمل بوتينج البروجرام ده بيرن خلاص. فممكن مثلا مالوير يحط نفسه هناك عشان يفضل شغال على طول ما يتقفلش لما تعمل ريستارت. طيب ده الريل لايف سيناريو. في السي تي اف هيكون ايه؟ بدل ما البروجرام يحط نفسه هيحط فلاج مثلا في الران كي خلاص، فانت هتريفرس البروجرام تلاقيه الحق ده بيكتب فلاج فعلا في الران كي، يبقى انا عرفت الفلاج ايه ووصلت للتارجت بتاعي خلاص. نفس الفكره، نفس البروسيس، نفس التولز، بس الفكره ان هنا بيبقى معاك حاجه حقيقيه، هنا بيبقى معاك حاجه شبهها. في الاخر في الحالتين انت عملت براكتس واستفدت منها. تمام. فاكرين بقى بروجرام لايف سايكل اللي شفناها في الاول دي؟ طبعا انا بسطتها عشان بقى الموضوع بسيط واحنا في اول السيشن. تعالوا بقى دلوقتي نغوص في الموضوع شويه خلاص. بس برضو هسال نفس السؤال، حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ انا عايز كله يطلع بالسيشن فعلا مستفيد. فلو اي حد وقع منه اي حاجه او في حاجه، حتى لو سؤال انت معتبره تافه، والله العظيم ممكن ما يكونش تافه، ممكن يكون فعلا سؤال مهم وحد غيرك عنده نفس السؤال، ما تتكسفش اسال اي وقت. اوكي اتفقنا؟ هكمل. ماشي هكمل خلاص. تعالوا نشوف البروجرام لايف سايكل. البروجرامز بتاعتنا، اي بروجرام كود انت كاتبه خلاص بيبقى ايه؟ مثلا هفترض ان هو سي او سي بلس بلس خلاص، يعني خلينا في اللغتين دول دلوقتي، سواء كنت بتحبهم او ما بتحبهمش. لو عايز تشتغل بالريفرس انجينيرنج محتاج تكون عارف سي، يعني معلش هو امر واقع. فالمهم السورس كود بتاع السي او السي بلس بلس في الحاله دي هي بيتحول في الاربع ستيجز دول. اولا بيتعمل له حاجه اسمها بري بروسيسنج، وبعد كده بيتعمل له كومبايليشن، بعد كده اسامبلي بيتعمل له اسامبلينج، وبعد كده بيتعمل له لينكينج. اللينكينج احنا شفناها المره اللي فاتت، والكومبايلنج شفناها في الدياجرام الاولاني، بس هم في الحقيقه هم فور ستيجز. يعني
البري بروسيسنج ملاش دعوه بيه، احنا هنشوفهم واحد واحد دلوقتي خلاص. المهم يعني احنا بري بروسيسنج ملاش دعوه بيه دلوقتي، وكده كده ملاش دعوه بيه عامه كريفرس انجينير، سواء ما يفرقش معانا خلاص. الكومبايليشن بيحول السي لاسمبلي، السطر الكود الواحد ممكن يتحول لكذا انستراكشن، الله اعلم يعني على حسب الانستراكشن ايه. يعني مثلا لو بتانكريمنت مثلا عملت اكس بلس بلس ممكن يطلع انستراكشن واحده، انما لو بتعمل كول مثلا لفانكشن ببارامترز وبتاع لا هتلاقيه طلع لك كذا ايه اسمبلي انستراكشن يعني خلاص. طيب بعد كده بيعمل اسمبلي بيعمل اسمبلينج للاسمبلي، الاسمبلي كود اللي طلع لي اللي هو هنشوفه دلوقتي هنعرف هو ايه، بيحوله الماشين كود. الماشين كود ده اللي هو الزيروز والوانز اللي احنا بنشوفها في الافلام دي وبتشوفها في لو فتحت فايل قبل كده في تكست اديتور تلاقي البايتس غريبه وبتاع، هو ده الماشين كود. وده بيبقى 1 تو 1، الاسمبلي هي الماشين كود، بس دي طريقه بتعرضها بيها ودي طريقه تانية خلاص. وبعد كده عندنا اللينكينج، ده ما بيحولش بقى كود خلاص، هو بس بياخد اللايبريز اللي قلنا عليها دي ويعرف الاو اس ان البروجرام ده محتاج اللايبريز دي عشان يشتغل تمام. طيب خلاصه الكلام، السي مش شرط يكون اسمبلي 1 تو 1 خلاص، واسمبلي هي الهيومن ريدبل فورم للماشين كود. يعني بدل يعني مثلا هو زي ما احنا قلنا لو عملت x++ هيطلع لي increment ex خلاص، دي ممكن تطلع كده مش شرط خلاص تمام. المهم سوري بس كان في حد بعمل له ادريت x++ بقى increment رقم خلاص variable في السي، طلع لي ممكن يطلع لي increment ex في الاسمبلي، وincrement ex في الاسمبلي دي هي الماشين كود بتاعها هو. خلاص لغايه هنا واضح ان شاء الله يعني. اتمنى حد عنده اي اسئله عشان هنخش بقى نشرح التفاصيل دي واحد واحد الستيجز دي. اوكي هفترض ان مفيش اسئله وهكمل خلاص. فمثلا احنا يطلع لنا السي كود اهو خلاص، اكس بيساوي 0 اكس بلس بلس يعني اكس دلوقتي بقى بواحد، وبعد كده برنت اف اكس ببرنت اكس وبريتيرن 2. ليه مش بريترن 0؟ عشان اوريها لكم بس في الاسمبلي. المفروض في الطبيعي بتريترن 0 لو مفيش مشكله، بتريترن اي رقم تاني لو في حاجه عايز تعرفها لليوزر يعني خلاص. وبقى انكلود فوق اهو stdio.h اللي هي الستاندرد ايو لايبرري بتاعت السي اللي بتخليني اقدر استخدم برنت اف وسكان اف والفانكشنز خلاص. سيبكم الحاجات اللي في الاول دي دلوقتي، بصوا مثلا هنا اهو اول حته دي موف كذا دي خلاص، هي اللي انا بعمل فيها ايه اكس ايكوال 0، بيحط ملناش دعوه بباقي الانستراكشن، مهم ان في زيرو هنا اهو بيحطه، هتفهموا دي بعدين يعني لو نرجعنا للسلايد ده في اخر البرزنتيشن ان شاء الله تفهموا كله خلاص. وبعد كده اد واحد اللي هي بلس بلس خلاص، ملناش دعوه بالباقي برضو، بس بعد كده بيكول برنت اف، بينادي برنت اف خلاص. واخدين بالكم ان هنا شوفوا هم كام سطر كود وملناش دعوه بالبراكتس دي خلاص، طلعوا كام انستراكشن، بس هتلاقوا الانستراكشنز هنا هي نفس ايه الماشين كود اللي طلع. push rbp دي مثلا هي 55 بالماشين كود، 55 بالهكس خلاص، وهنفهم قدام يعني هفكركم الهكس والباينري والكلام ده، طبعا بتبقى في سنه اولى بقى خدته ونسيته بس هنفتكره النهارده ان شاء الله خلاص. عايز اوضح بس ان الكود ده معمول له لينكينج، هو في الحقيقه مش اسامبلد يعني، هو مش اسامبلد بس هو معمول له لينكينج، بس انا عشان ابسط لكم الدنيا خليته لينكت، لو ما عملتلوش لينكينج كان هيبقى شكله ابشع من كده، فعشان بس ما حدش يفتكر في مشكله يعني خلاص. بس لغايه دلوقتي كله فاهم صح؟ في اي حد مش فاهم حاجه؟ تمام اوكي. طيب البري بروسيسنج هتكلم عنها بسرعه، هي كده كده مش في السكوب بتاعنا كريفرس انجينير، زي ما قلنا احنا عمرنا ما هنرجع للسورس كود، حتى لو رجعنا عمرك ما هتعرف البري بروسيسنج كان ايه يعني، دي مستحيله اكد لك 100%. 99% عشان ما حدش يطلع يقول لي اصل كذا خلاص. بس هي فعلا near impossible، ما فيش اي طريقه تعرف بيها، وهنعرف ليه يعني. البري بروسيسور بيعمل ايه؟ بيشوف لو انت عامل انكلود للايبريز هيدر فايلز خلاص، بيشوف لو انت عامل ماكروز مثلا يعني هاش ديفاين حاجه، يعني الماكرو ده بيبقى ان هو بيريبليس الحاجه اللي انت حاططها دي بالفاليو ده. فانا لو كتبت السطر ده في الكود وبعدين استخدمت كلمة size دي في أي حتة هيبدلها باتنين times 1024 خلاص. والconditional compilation اللي هو تقول له لو كذا معموله define استخدم الكود ده، لو مش معموله define استخدم الكود ده. فبيستخدموه مثلا لو انت عايز كود يرن في الديباج بس وما يرنش لو انت عامل release هكذا خلاص.
زي ما قلت ده مش في السكوب بتاعنا ومش مهم تعرف ايه الحاجه دي، لان انت مش هيفرق معاك الديفلوبر كان كاتب سايز ولا 1024 في 2، حرفيا ما تفرقش. انت في الاخر يفرق معاك ان هو استخدم الفاليو ده. احنا بنستخدم الماكروس كديفلوبرز عشان نسهل كتابه الكود، انما هو انت كريفرس انجينير في حاجات تسهل عليك، بس هي مش انك تعرف ان سايز هي 2 في 1024 كماكرو يعني. تمام اوكي. الكومبايليشن زي ما قلنا بيكومبايل الكود السي لاسمبلي، خلاص. ده مثلا ان انت ممكن تستخدم جي سي سي اللي هو الكومبايلر بتاع السي على لينكس، او مش لينكس بس هو واحد من السي كومبايلرز اللي موجوده يعني، خلاص. بيكومبايل برنت اف هالو دي، خلاص. بروجرام اهو اسمه هالو دوت سي عادي خالص. لو انا قلت له كومبايل اللي هو جي سي سي داش اس، يعني اعمل له كومبايليشن بس بري بروسيس وكومبايل، ما تعملش اسمبل او لينك، هيطلع لي اسمبلي فايل اهو. تمام. الاسمبلي فايل ده هتلاقي فيه طبعا هو مش واضح قوي هو بيعمل ايه، المهم ان هو هنا هو بيكول برنت اف، خلاص. وفي سترينج هالو اهي، تمام. يعني يشبه الاسامبلي اللي احنا هنعرفه قدام، بس تمام. المهم ان هو في الاخر هو حرفيا هيومن ريدبل اسامبلي للبروجرام اللي هيطلع من البروسيس دي كلها، خلاص. تمام. بعد كده عندنا الاسامبلي. الاسامبلي ده بيكمل مرحله بعد اللي فاتت، يعني بيعمل بري بروسيس بعدين كومبايل بعدين اسامبل، ففي الاخر بيطلع لك فايل. هو بقى المره دي مش تكست، الفايل اللي فات ده كان تكست، ده فايل تكست عادي خالص في الاسامبلي. هنا لا، هنا هو فايل محتاج افتحه بسبيشال بروجرام عشان اعرف اقراه كاسامبلي، انما هو في الحقيقه مجرد بايتس ورا بعض اهو تحت اهي. تمام اهو. وما ينفعش اعمل له اكسكيوت طبعا لان انا لسه عايش لينكينج، فهو مش عارف يفتح اللايبريز بتاعته، خلاص. طيب الفايل زي ما قلنا هو في ماشين لانجويج، ما ينفعش افتحه الا بديسسامبلر اللي هو البروجرام السبيشال اللي قلنا عليه هنعرف ايه هو كمان شويه، وغير كده هي مجرد ماشين انستراكشنز، مفيش اي حاجه مميزه فيها، خلاص. يعني بعمل كده بجي سي سي دوت سي بس دي مش داش سي قصدي، بس دي مش فارقه دلوقتي. بعد كده اللينكينج، لو انا عملت ران الجي سي سي من غير اي فلاجز خالص، قلت له جي سي سي بس كده واديته الفايل والاوتبوت اللي انا عايزه، هاي بري بروسيس ويكومبايل ويأسمبل. لو بصينا على الفايل دلوقتي هتلاقيه فعلا بقى اكسكيوتبل اهو، ينفع اعمل له ران عادي دوت سلاش هالو بيرن وبيكتب لي هالو، خلاص. وعندي لو عملت له فايل فهو بيقول لي ان هو 64 بت اكسكيوتبل 1000 اللي هو اللينكس باينري، يعني مفيش اي حاجه يعني غير كده، خلاص هو اتعمل له كل حاجه ممكن تتعمل فيه يعني، خلاص. بس خلوا بالكم الفرق بينه وبين الفايل اللي فات، الاوبجكت فايل اللي ما كانش لسه اتعمل له لينكينج. بصوا اللي هنا ده، هنا مكتوب ايه؟ هنا مكتوب دايناميكلي لينكد، اتعمل له لينك مع اللايبريز بتاعته. الفايل دوت اوبج ده لا، ما اتعمل هالو دوت اوبج قصدي ما اتعملوش لينكينج، فكده بيقول لك هو 64 بت برضه 1000 وكل حاجه، هو بروجرام تمام، بس مش معمول له لينكينج، لسه ما يعرفش اللايبريز اللي هو يستخدمها ايه، فما ينفعش تعمل له ران. تمام اوكي. طيب حد عنده اي اسئله؟ صح. ممكن موجود ايه؟ طيب في حد في الشات كاتب معلش، ممكن موجود معلش ادهم، انا مش فاهمك قوي، قصدك ايه؟ ويمكن اصلا هو الفرق بين الستاتيك لينكد طيب انا ما دخلتش في النقطه دي يا ادهم. مش مهم دلوقتي الفرق بين الستاتيك والديناميك لينكينج ايه، ممكن في اخر السيشن لو في وقت اشرحها، خلاص. بس عايز اتاكد ان انت وباقي الشباب برضو فاهمين ان اللينكينج هو ان انا عندي بروجرام محتاج لايبرري معينه، بتاكد ان هي موجوده، وهو بتاكد ان الاو اس يبقى عارف ان البروجرام ده محتاج اللايبرري دي، فبعمل لها لينكينج. الكومبايلر وهو بيكومبايل الحاجه دي بيعرف بيحط في الفايل في مكان ما ديبندنسي ان هو محتاج اللايبرري دي عشان يشتغل، فبالتالي عمل لها لينكينج، خلاص مربوط بيها، ما ينفعش يرن من غيرها. تمام. فاهم النقطه دي يا ادهم؟ فاهمين النقطه دي يا شباب؟ ماشي. ممكن ناخد بريك دلوقتي عشان صلاة العشاء، مفيش مشكلة. اوكي. ممكن ناخد بريك 5 دقايق سريع. في حد بيسأل لو سؤال مش مرتبط بالموضوع اللي احنا فيه نخليه في الاخر احسن. صح صح، هو مرتبط يعني لو انت عايز تسأله دلوقتي في البريك ماشي،
بس لا خليه في الاخر احسن علشان الناس كلها تستفيد منه. دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع الاستاتيك وديناميك لينكينج هو ريليفنت للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه جدا جدا، بس انا ما حطيتوش عشان ما لخبطكمش، فهنتكلم عليه في اخر السيشن لو في وقت. بس خدوا بريك، هنكمل ان شاء الله الساعه دلوقتي كام؟ ماشي، هنكمل و50 دقيقه، يعني 7 ل 10، 7 ل 5، سوري لا 7 ل 10، اي 7 سوري 9 ل 10. خلصوا باقي الشباب اللي مش في البريك، لو في حد بقى مش في حد عنده اي سؤال او حاجه مش فاهمها. صلاح الدين بيسأل في الشات لسه قد ايه كده، اتوقع ان انت قصدك على الوقت. احنا معانا لحد الساعة 11، فلو خلصنا قبل كده ان شاء الله تمام. لو ما خلصناش قبل كده، فطبعا انا هبقى خلصت الحاجات المهمة قبل 11 بكتير، فاللي عايز يمشي يمشي، بس اللي عايز يقعد انا ممكن اقعد، مش مشكلة على حسب. يعني التولز اللي هشرح فيها هيبقى في منها لينكس ولا كل ويندوز؟ لا هيبقى في لينكس، وهنبص على باينريز لينكس. عايز طريقه تربط بيها ايضا بالديبوجر بتاع لينكس اللي هو جي دي بي اعتقد قصدك. اظن عشان تعمل كده محتاج تستخدم ايدا برو، وده بفلوس مش زي ايدا فري، فمش عارف صراحه انا عمري بس ما احتجت اعمل كده او استخدم ايدا برو، فمش متاكد. بريتي شور ان هتلاقي لها توتوريال على الانترنت في مكان ما، بس انا مش هقدر افيدك فيها الصراحه قوي. انت قصدك اللينكس ريموت ديباجر بتاع اللي هو ايدا مع ايدا. فهمت قصدك. مش عارف دي بتشتغل مع ايدا فري ولا لا اصلا. بس علشان تعمل كده، هو اغلب الناس اللي لقيت عندهم المشكله دي، هو كان اصلا الاثنين ماشينز مش شايفين على بعض، يعني هو بيستخدم فيرتشوال ماشين ومعاه هوست، عايز يشغل ايدا على الهوست مثلا على ويندوز ويديباج لينكس باينري جوه الفيرتشوال ماشين. كان دايما بتبقى مشكلته ان الاثنين ماشينز مش شايفين بعض على البورت اللي ايدا شغال عليه، في البورت ده مقفول بشكل ما. فحاول تشوف ده. انا زي ما بقول لك انا عن نفسي ما جربتهاش، بس يعني ممكن. مش عارف تعمل كده. طيب ماشي، بعد السيشن نشوفها. يعني احنا المفروض دقيقة كده هنكمل، الساعة كام دلوقتي؟ ماشي المفروض نكمل دلوقتي، فبعد السيشن ممكن، يعني مش عارف، هنشوف ايه الموضوع ده يعني. طيب هنكمل يا شباب، انا اتوقع ان كله موجود. ماشي ريفرس انجينيرنج، تعالوا نكمل بقى. يلا ايه التولز اللي بنستخدمها في الريفرس انجينيرنج؟ ايه هي اصلا انواعها ايه؟ و ايه هي يعني ايه التولز بعيدا عن وات ات داز يعني. اول حاجه، طب ثاني، طيب انا ده اللي هتكلم عليه بالظبط دلوقتي يا هشام. فهو هشام بيسال في الشات how can we reverse a binary executable file, I mean what is the process. هنعرف دلوقتي what the process is. و no worries يعني بتلاش. طيب اول تول بنستخدمها هي الديسسمبلر. الديسسمبلر ده ما بيعملش اي حاجه، او هو بيعمل حاجات كتير بس ما بيعملش المين ثينج اللي هو بيعملها، يعني ان هو بيفتح الباينري فايل اللي احنا شفناه ده، وبيفتح لك الماشين كود،
يوريهولك في اسامبلي بحيث ان هو بقى هيومن ريدبل. يعني بدل ما يوريك 55 لما تفتح الفايل ده بهكس اديتور ولا باي حاجه ولا تفتحها في نوت باد مثلا هيطلع لك 55 دي ككاركتر، يطلع لك بوش ار بي بي مثلا بدل 4889E5 يطلع لك ده. فهو ده اللي هو بيعمله خلاص. يوسفول عشان تعرف ديتيلز الصغيره قوي بتاعه الباينري. عاده برضو الديس اسامبلر بيحاول يعرف الادريسز اللي بتعمل لها كولينج او الحاجات اللي معمول لها لينكينج دي ايه. فمثلا هنا ده اي ده هو مثلا اللي كان بيتكلموا عليه في الشات من شويه، هنعرف هو ايه كمان شويه. بيعرف ان هو هنا بيحاول يكول برنت اف خلاص، عارف مثلا السترينج دي هي الفورمات اللي ببعتها لبرنت اف خلاص هكذا. هنا برضو ايه اوبج دامب دي برضو تول ابسط شويه على لينكس، بتحاول برضو ايه تقول لك برنت اف. هنا برضو ما عرفتش مثلا السترينج لوحدها، يعني هنا بتقول لك هنا هو بيقول لك ال اي اي ار اكس فورمات، هنا ما عرفش ان دي فورمات خلاص. فيعني بتختلف، ده اللي استخدامه وده اللي استخدامه، مش تفرق معنا قوي دلوقتي خلاص. تول التانية اللي طبعا تستخدمها الديباجر، انت بتحاول تعمل ريفيرسنج لحاجه، مش هينفع تفتح الاسامبلي كده وتقعد تقراه، هتتعب والله، هتتعب نفسيا يعني بجد. فبتستخدم ديباجر. الديباجر ده اولا بيخلي الحاجه تلود قدامك، فبتشوف البروجرام شغال فتعرف الفاليوز بتاعت الريجسترز مثلا ايه، هنعرف ايه هي الريجسترز كمان شويه، تشوف الاسامبلي وهي بتشتغل الانستراكشنز بتعمل ايه. وفي ديباجرز كمان بتخليك تديباج الكود نفسه اللي معمول له دي كومبايليشن، وهنعرف ايه هو دي كومبايلر كمان شويه. بس بدل ما تطلع لك اسامبلي كده بتطلع لك حاجه شبه السي، بتبقى مفهومه اكتر لبعض الناس بيحب يفضلوا ده. في الاخر هي نفس الديباجنج تعمله هنا، هو هنا بس هنا بيبقى معاك كود هاي ليفل شويه سنه، وهنا بيبقى معاك الاسامبلي نفسه خلاص. زي بيشتغل زي ديباجر فيجوال ستوديو بيسكلي، ستيب اوفر ستيب انتو الحاجات دي. على الشمال هنا عندنا ايدا فري، نفس الديس اسامبلر اللي شفناه ورا بيعمل ديباجنج برده. وعلى اليمين عندنا جي دي بي، وده ديباجر وبيعمل ديس اسامبلي برده خلاص. جي دي بي ده على لينكس يعني تمام. طيب ايه السودو كود اللي كنا اتكلمنا عليه من شويه ده؟ هو ده اللي بيطلع من الدي كومبايلر. الدي كومبايلر هو بيحاول، وركزوا على انه بيحاول يجيب الكود اللي كان مكتوب من الاسامبلي اللي طلع خلاص. ودي النقطه اللي كان حد من شويه بيسال عليها، بيقول لي هو مش ممكن بقى الدي كومبايلرز تتحسن مع الاي اي وتحاول تحاول ان هي تعرف الكود الاصلي ايه؟ ماشي they could، بس برضو مش هيبقى عندك جارنتي ان ده اللي اتكتب فعلا، لان الكومبايلرز مش بتطلع الكود 1 تو 1 كده زي ما احنا شفنا، لا بتعمل الاوبتمايزيشنز في النص. يعني مثلا ابسط حاجه، لو انت عملت فاريبل كده بس، عملت انت اكس مثلا وعملت كومبايليشن وعملت انيبل للاوبتمايزيشن، هيشيله لان انت ما استخدمتوش، لو انت ما استخدمتش الفاريبل ده في حاجه خلاص. فهو بيبقى derived من الاسامبلي، بيحاول يفهمك الاسامبلي ده بيعمل ايه، بس ده مش معناه ان ده الكود الاصلي اللي اتكتب خلاص. عندنا على الشمال هنا ايدا فري في ديس اسامبلر، بس بيبقى على الكلاود، فلو انت شغال في حاجه سنسيتيف ما تستخدموش. و64 بت بس، ما بيشتغلش مع 32 بت. على اليمين عندنا جيدرا، جيدرا دي معموله من الان اس اي في امريكا، تول ممتازه واوبن سورس، فما تقلقش منها يعني. المفروض برضو دونت كوت مي، لو حد منكم قلق منها او لا حاجه فيها حاجه يا ريت يقول، بس يعني اتس ريلي نايس تول. وريسنتلي كمان بقى فيها ديباجر، بس انا ما جربتوش لسه. بس هي فعلا تول ممتازه. خلوا بالكم من ان زي ما قلنا الكود مش هو هو. عندنا هنا اهو ده الكود اللي احنا كنا كاتبينه، فاكرين البروجرام اللي قلتلكم في الاول؟ هو اهو، هو نفسه اهو، x equal 0 بزوده وبتاع. بصوا هنا طلعوا ايه الديكومبايلر، طلعوا ان انا ببرنت اف 1 على طول. هنا نفس الكلام برضه، ريتيرن 2 ما اتغيرتش. بس ايه الفكره؟ هو هنا مش غلط، هو ده صح، ده اللي بيحصل فعلا. الاثنين الكود ده والكود ده هيطلعوا نفس الاوتبوت، ولا هتفرق معايا في اي حاجه، ما لهمش اي فرق عن بعض خلاص. الفكره ان هو هنا، هو هنا بيحاول يفهمك الاسمبلي بتعمل ايه، مش بيحاول يقول لك الديفلوبر كان كتب الكود ده خلاص. اعرفوا بس الفرق بينه عشان ما حدش يشوف في الدي كومبايليشن ويقول لك ايه ده هو ده اللي حصل بالظبط. اكيد لا، فكر برضو ممكن يكون في اختلاف يعني تمام. طيب عايز بس اقول لكم ان انا ضحكت عليكم سنه وانا بقول لكم على البروجرام لايف سايكل، ان دايما الحاجه بتكومبايل وبتاع، مش كل اللغات كومبايلد في الحقيقه. في لغات زي جافا وسي شارب بيتعملها كومبايليشن بس ما بيتعملهاش كومبايليشن لاسامبلي، بيتعملها كومبايليشن لحاجه اسمها انترميديت لانجويج، تبقى لغه في النص كده، ولا هي هاي ليفل كود زي اللي احنا شايفينه ده، ولا هي اسامبلي زي اللي احنا شفناه قبل كده. هي بتبقى بايتس ورا بعض في الميموري،
وبيتعمل لها انتربريتيشن وقت ما تيجي تشغل البروجرام. عشان كده مثلا ممكن تكون زمان او من قريب حتى نزلت بروجرام وقال لك انا محتاج جافا. طب انت محتاج جافا ليه؟ هو انت سورس كود؟ لا انا جافا باينري، محتاج الفيرتشوال ماشين بتاع جافا عشان اشتغل. انا الكمبيوتر او الاو اس ما يفهمنيش لوحده، ما يفهمش الاسمبلي بتاعتي، انا محتاج حد ياخد البايتس اللي عندي دي ويعمل لها كومبايليشن لاسمبلي عشان اشتغل. ميزتها ايه؟ ان البروجرامز دي تشتغل على اي بلاتفورم. يعني انا بكتب جافا ابلكيشن مره واحده ويشتغل بقى على اندرويد، على ويندوز، على لينكس، على x86، على x86 اللي هو بروسيسورز انتل يعني واي ام دي، يشتغل على الارم بروسيسورز بتاعه الموبايلات، يشتغل على اي حاجه، ما فيهوش مشكله. المهم ان الشخص اللي بيعمل الشغل بجد بقى هو اللي بيمبلمنت الجافا ران تايم او الحاجه اللي بتشغل برامج الجافا على البلاتفورمز دي، انما انت الابلكيشن بتاعك تكتبه مره واحده بس خلاص. في ان ثيري طبعا بيبقى في اختلافات ما بين البلاتفورمز، بس يعني ده البرنسيبل اللي هم بيحاولوا يوصلوا له خلاص. فمثلا ده دي كومبايلر بتاع دوت نت خلاص. سوري، ده دي كومبايلر بتاع دوت نت، بيفتح بروجرامز دوت نت ويطلع لك السي شارب كود بتاعه، بسيطه جدا، ما فيش اي ريفرس. يعني هو طبعا في ريفرس انجينيرنج بيحصل، بس ما فيش اسامبلي بقى وديباجنج واقعد ابص في الريجسترز، يعني الدنيا هنا اسهل شويه خلاص. طيب اي تولز تانية ممكن استخدمها في ريفرس انجينيرنج؟ بالمناسبه دي ان سباي ده موجود على ويندوز، مش متاكد موجود على لينكس ولا لا الصراحه، عمري ما احتاجته لان هو الدوت نت باينريز بيبقى اغلبها فور ويندوز يعني. ايدا وجيدرا الاثنين موجودين على ويندوز ولينكس، وجيدرا از اكشلي ا جافا اب، فجيدرا بيبقى شغال بجافا فبيشتغل على اي حته يعني. بس هو الاثنين بيشتغلوا حلو قوي على ويندوز ولينكس. اوبجي دامب بقى وجي دي بي والبروجرامز الثانيه دي اغلبها بتستخدم على لينكس، موجود على ويندوز بشكل ما، بالذات لو بتستخدم مثلا حاجه زي دبليو اس ال او كده، بس يعني مش هتحتاج تستخدمها قوي على ويندوز بالشكل اللي انت متخيله يعني. طيب يوسفول تولز ثانيه، في تولز بقى بتساعدنا في الريفرس انجينيرنج بس هي نفسها مش مخصصه لده. فمثلا عندنا حاجه زي الاكسبلورر سويت، دي سويت كده بتفتح بيها البروجرامز تشوف ايه هي اللايبريز اللي عامله لها امبورت، السايزز بتاعتها ايه، حاجات يعني بتشوف شويه هيدرز فيها كده. عندنا سترينجز، والسترينجز دي من اكتر التولز اللي بتستخدم، لان هي انت ممكن من مجرد انك ترن سترينجز على بروجرام تعرف هو رافلي بيعمل ايه خلاص. في انالايزرز بتديها بروجرام وتحاول تعرفك ايه الفيتشرز اللي موجوده فيه او ايه الكابابيلتيز اللي هو بيعرف يعملها، زي كابا. كابا دي تديها بروجرام هتقول لك مثلا ده بيعمل انكريبشن بالاي اي اس عند ادرس كذا، ده بيعمل كونتاكت للاي بي كذا، بتحاول من الكود كده تفهم هو بيعمل ايه وتقول لك. مش شرط تكون دقيقه، مش شرط تكون صح 100%، بس بتساعد قوي، بالذات لو انت بروجرام لسه اول مره تشوفه وهتبقى بتعمل له ريفرسنج مش عارف هو ايه خلاص. في بنووك ده بروجرام جميل جدا وبيقدر على اساس حاجه اسمها الانتروبي، اللي منكم داس في الماث والستاتستكس شويه، الانتروبي هي بيسكلي الاختلاف الكبير ما بين البايتس، مش البايتس عامه، هي ليها ماثيماتيكال ديفينيشن بس مالهاش دعوه بيه يعني. المهم ان في الكونتكست ده الانتروبي كل ما البايتس كانت مختلفه كتير قوي عن بعض بيبان الداتا دي ايه. فمثلا بيطلع لك جراف زي ده كده فتعرف منه بقى الحته دي كومبريست، الحته دي كود، الحته دي فيها سترينجز، هكذا. لطيف جدا، هتحتاج بس تفهم شويه هو ايه علشان تعرف تماب ده، محتاج تفهم الانتروبي بتشتغل ازاي يعني، بتحسب ازاي عشان تفهم الجرافس اللي بتطلع دي تانتربريت تفهمها ازاي يعني خلاص. وعندنا الهكس اديتورز، ودي اهم حاجه ومن الحاجات المهمه جدا. عايز تاكستراكت شويه بايتس من باينري هتعرف، عايز تغير بايتس في باينري هتعرف، هو بيفتح لك الفايل كله على انه هكس بايتس وتقدر تعدل فيه براحتك. تمام، لغايه هنا حد عنده اي سؤال؟ اي اسئله؟ هنخش دلوقتي في الشرح اللي بجد الـ X86. اوكي انا هبدأ، ماشي. تعالوا نتكلم على الـ X86. السيشن متسجلة؟ ايوة يا محمود متسجلة، وان شاء الله هنزلها على الشانل وهبعت لكم اللينك مع حد يعني، مش عارف هبعته لكم ازاي بس هيوصل لكم ان شاء الله. ده المهم، ماشي. فيش اي اسئلة تانية؟ نكمل X86. X86 هو يعني برضو ممكن نسأل سؤال الأول، ليه X86 أصلا؟ يعني إيه اللي يخلينا نتعلمه؟
حد حابب يجاوب يعني؟ لا مش عايزين تجاوبوا، خلاص هجاوب انا. اه ماشي، قول يا محمود محمد. ليه الاكس 86؟ اجاوب في الفويس ولا في الشات؟ في الفويس عادي عشان يطلع في التسجيل. طيب اعتقد الاكس 86 الاركتكتشر دي بتاعه البروسيسور، ولازم تتعلمها علشان تبقى فاهم بالظبط هو بياخد الانبوتس ازاي ويتعامل معاها ويعمل عليها ماثماتكس ازاي بشكل مبسط. يعني السيمبلي حاجه لو ليفل كده، عشان ممكن لو انت عندك بروجرام تخليه اسرع، لو انت عندك فانكشن تقدر تعملها ريفرس تقريبا يعني، صح ولا انا ماشي؟ صح مظبوط. ده لو انت هتفترض ان انت شغال ممكن بس تعمل ميوت يس. كلامك صح. لو انا بفترض ان انا ان هو مفيش غير الاكس 86، بس انا قصدي اشمعنى الاكس 86 ما بين البروسيسورز كلها اللي احنا بنتعلمه. بس كلامك صح 100%، ومفروض ان انا شايف ان كل ديفلوبر يبقى واخد فكره على الاكس 86 ويبقى فاهم الاوبتمايزيشن ستات شغاله ازاي والانستراكشنز، يعني يبقى فاهم يبقى فاهم الكود بتاعه بيكسكيوت فين بالظبط عشان يبقى جود كواليتي كود بالاخر. بس يعني اجابه على السؤال، انا كنت سايب السلايد مفتوح فاظن ممكن تكونوا قريتوه. هو الاكس 86 يعتبر اشهر اركتكتشر هتشتغل عليه. هو مش اشهر اركتكتشر شغال في العالم، انا مش عارف ايه هو اكتر اركتكتشر شغال في العالم، ممكن يكون اكس 86 ممكن ما يكونش. بس هو سهل للبيجنرز قوي اكس 86، مش عشان هو نفسه سهل، هو كومبلكس جدا 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 بشكل مش طبيعي. يعني هو حرفيا في اسمه ان هو كومبلكس انستراكشن سيت اركتكتشر اصلا، خلاص. بس هو سهل لان سهل تتعلمه يعني، وسهل تبدا فيه وتوصل لليفل كويس قوي، سهل جدا علشان ليه ريسورسز كتير قوي وهو مشهور جدا، تمام؟ عكس بعض الاركتكتشرز الثانيه اللي ممكن تكون ابسط منه بكتير والانستراكشنز فيها سهله بس مالوش ريسورسز منتشره زي الاكس 86، خلاص. ويعني معلومه صغيره كده، هو اسمه اكس 86 علشان اول بروسيسور نزل كان 8086، وبعدين نزلوا ال 8186 8286 وكانوا بيكتبوا كده يعني 80 وبعد كده 186 وبعد كده 286 هكذا. فقام قال لك بقى لا خلاص هي اكس 86، اي بروسيسور بينتهي ب 80x 86. وبرده في حاجه مهمه، ان هم دلوقتي البروسيسورز ما بقتش بتنتهي ب 86 بس. بس خلاص بقى هو ده الاركتكتشر اللي هو شغالين بيه يعني. طيب ليه مش ال 64 بت فيرجن في اكس 8664 اللي هو دلوقتي البروسيسور شغاله بيه؟ لان احنا معناش وقت كتير، وهما الاثنين شبه بعض قوي، فما فيش فرق كبير بينهم. لو عارف ده هتعرف ده، لو عارف التاني هتعرف ده، ما فيش اي فرق خالص. الفروقات بسيطه يعني، كفايه ان انت تعرفها لوحدك في ساعتين او حاجه، خلاص. طيب حد عنده اي اسئله لغايه دلوقتي؟ انا عارف ان لسه سائل من شويه، بس عشان هنخش دلوقتي بجد في الشرح، ف يعني احنا كل ده كان انترودكشن عن الريفرس انجينيرنج والسي تي اف، دلوقتي بقى نبدا اكشوال ورك يعني. اي اسئله؟ ماشي. طيب اوكي، تعالوا نفتكر كده الكمبيوتر ساينس والكمبيوتر انجينيرنج في سنه اولى كده، لما جاء الدكتور دخل اول محاضره وقال لنا عندنا الشار والشورت والانت واللونج لونج وبتاع، فاكرين الكلام ده؟ طيب في الحقيقه الداتا تايبس دي اللي انا بكتبها في السي، خلاص. هي ليها احجام طبعا، الاحجام دي بتختلف ما بين بلاتفورم والتاني، خلاص. بس يعني فكوكوا من النقطه دي، احنا شغالين على الاكس 86 النهارده، يعني خلاص. فاحنا عندنا في الاكس 86 البايت اللي هي ابسط حاجه اقدر اعملها ادريسنج، ما ينفعش تغير بت واحده في البروسيسور تقول له غير البت دي، انت بتغير بايت على بعضها، فهي دي the smallest addressable part in memory يعني، خلاص. وعندنا الوورد، الوورد دي بتبقى عباره عن 2 بايتس، بتبقى من 0 ل 15 بيتس، فهي 16 بيتس توتال. الدي وورد بيبقى عباره عن 2 words double word، فبيبقى عندنا اللو وورد اللي هي من 0 ل 15 بت، وبعد كده من بت 16 لبت 31 بتبقى الهاي وورد. ونفس الكلام الكي وورد اللي هي الكواد وورد او الايت بايتس، بتبقى 2 دي ووردز جنب بعض، خلاص. اي دي بتبقى حجم الداتا تايب. فانت لو كتبت لونج لونج في السي
فهو في الحقيقه الاسمبلي هتبقى بتالوكيت كيو وورد على الميموري، في الميموري يعني على الستاك. خلاص عندي الانت، لما انت بتكتب انت هو في الحقيقه البروسيسور بيبقى شايفها دي وورد، دبل وورد 32 بت 4 بايتس، هو مش فاهم يعني ايه انت، هو بالنسبه له هي بايتس، ولا يفرق معاه اي حاجه، ولا يفرق معاه الداتا تايب، ولا ان انت حطه في كلاس، ولا ان هو في struct، ولا انك عامله، وهو بالنسبه له دي وورد 4 بايتس ورا بعض. خلاص طيب نفتكر برضو الديسيمال والباينري، ده بس ريفرشر انا مش هشرحهم طبعا، بس يعني لو عايزين تفتكروا، فاحنا عندنا مثلا رقم زي 78 هيبقى 4 اي بالهكس. ليه؟ علشان الاي هتبقى عباره عن 14 في 16 باور 0 اللي هي بواحد، فهتبقى 14 زائد 64 اللي هي 16 باور 1 اللي هي ب 16 في 4. تمام؟ وكل رقم هكس ممكن نحوله الباينري بان احنا ناخد الديجيت ونفك الباينري لوحده فبتحطهم جنب بعض. فا اي هتبقى 0111، الفور هتبقى 0010. تمام؟ يعني مش هنحتاج ده قوي النهارده حرفيا يعني، بس هو مهم تبقى عارفه، مهم تسترجعه لو انت فاكره. طبعا بقى مش هاجي بقى زي الجامعه بقى واقول لك تحفظهم وتيجي بقى تكتب لي في الامتحان على ايدك، ما فيش الكلام ده، اعرفهم افهمهم، وبعد كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم تقوم فاتح كالكوليتر والله هتكتب فيه 4e، اهو 4e هيقوم سبحان الله هو طلع لك 78 وباينري وبتاع. فمش لازم تعملهم بايدك، بس يعني ابقى افهمهم كويس بس. خلاص طيب لحد دلوقتي اظن كله تمام، في اي حد عنده اي اسئله؟ اوكي تعالوا نتكلم على اول كونسبت غالبا هيكون جديد لبعض منكم، الانديانس. يعني ايه انديانس؟ الانديانس هي الطريقه اللي بستور بيها الحاجه في الميموري، الترتيب. انا عندي، احنا قلنا ان احنا عندنا ايه، عندنا بايت لحد كيو وورد. خلاص البايت دي هي بايت في الميموري، هحطها في اي حته يعني، سوري يعني قصدي احطها باي ترتيب، هي بايت واحده 1 بايت، هحطها كده او كده ما فرقتش. هي مثلا البايت دي مثلا 7F، مثلا حطيت 7F مفيش غير طريقه واحده ان انا احطها، انما مثلا لو هي وورد مثلا 7F1D مثلا، هفترض ان هي كده. خلاص طب الوورد دي انا عايز احطها، عايز احطها في الميموري، هحطها باني ترتيب، احط ال1D الاول ولا ال7F الاول؟ هو ده بقى الانديانس. خلاص عندي حاجه اسمها البيج انديان، البيج انديان ده بيقول لك ايه، هتحط least significant byte. خلاص سوري تعالوا نشرح حله الانديان الاول عشان بس ما لخبطكمش، فككم بيج انديان، خلينا في ليتل انديان. ليتل انديان دي بتاع انتل هي اللي بتستخدم. خلاص في ناس تانيين بيستخدموا ليتل انديان برضو، بس انتل دايما بتستخدم ليتل انديان. ليتل انديان بيقول لك ايه، ان least significant byte، اقل بايت في السيجنيفيكانس، انت كل لما بتعلى في البايت نمبر، في البيت نمبر سوري، يعني مثلا بقى هنا 31 خلاص، دي الموست سيجنيفيكانت بت ودي الليست سيجنيفيكانت بت. فهنا بيقول لك ذا ليست سيجنيفيكانت بايت، يعني اول 8 بتس هنا خلاص هيروحوا في اللوست ادرس الميموري، يعني هتحطهم الاول. خلاص يعني اي بي سي دي اي اف 1 2 لو ده على بعضه كده رقم بالهكس، خلاص هحط ال 1 2 الاول وبعدين الاي اف وبعدين السي دي وبعدين الاي بي. خلاص ده ادرس 0 في الميموري وده ادرس 5 لو انا بستور الرقم ده. خلاص لان هي الميموري عندي هي في الحقيقه بايتس ورا بعض كلها، ما بتفرقش معاها في حاجه. خلاص طيب البيج انديان عكس كده، الليست سيجنيفيكانت خلاص هتروح للهايست ادرس في الميموري، فانت هتحط ايه، هتحط الاي بي وبعدين السي دي بعدين الاي اف بعدين ال12 او ال12 يعني. خلاص تمام، هتفرق معاك في ايه؟ هتفرق معاك لما تيجي الديباج مثلا وتشوف البايتس في الميموري تبقى عارف ان هي بتتقري ازاي. عادة في ديباجر هيساعدك او في كود بشكل ما هيبقى بيساعدك في ده، بس لازم تبقى فاهم علشان انت ممكن ما تبقاش بتستخدم، ممكن الديباجر ما يبقاش جايب لك الحاجه as it is، او انت محتاج مثلا تبارس الحاجه مانيوالي. لازم تبقى فاهم ان that's how it's stored in memory، لان انت بتريفرس حاجه شغاله على الاركتكتشر ده. خلاص في اي اسئله في الحته دي؟ لا تمام. فاكرين الدياجرام ده
كنت لسه بكلمكم عليه، انبوت بيخش للسي بي يو والميموري ويطلعه اوتبوت وبتاع. والله انا ضحكت عليكم تاني، معلش سامحوني عشان خاطري. هو في الحقيقه عندنا كذا حاجه في الدايجرام ده. عندنا كنترول يونت، ودي اللي بتكنترول البروسيسور تقول له يعمل ايه امتى، والاريثمتيك لوجيك يونت اللي هي الاي ال يو، لو انت كنت خدت كورس كمبيوتر اركتكتشر تبقى سمعت عنها. الاي ال يو مهمه بس مش جزء من اللي احنا محتاجين نركز عليه النهارده. وعندنا حاجه اسمها الريجسترز، ودي مهمه بقى، دي هنخش فيها النهارده. خلاص يبقى نفكنا من الاثنين دول ونركز ايه على الريجسترز. ايه هي الريجسترز؟ الريجسترز دي بتبقى ميموري جوه البروسيسور نفسه حرفيا، هي مش جنبه ولا في مثلا يعني فوقيه، ولا هي جواه، ليترالي جوه الداي بتاعه البروسيسور، جزء منه ما ينفعش تشيلها. سريعه جدا وصغيره جدا، تمام. هدفها ايه؟ هدفها ان انا استور حاجه محتاجه استخدمها حالا، او هستخدمها في خلال انستراكشن او اتنين، او محتاجه سيفت معايا عشان هحتاجها كمان سنه، بس انا كبروسيسور عارف ان انا محتاجها سيفد في اللوكيشن ده. خلاص يعني من الاخر اتس فيري فاست فيري اكسسبل ميموري بس صغيره، ما اقدرش مثلا لو معايا اري مثلا ما اقدرش احطه في ريجستر كله، لا اقدر احط الادرس بتاعه بس مثلا، تمام. خلاص طيب الاكس 86 فيه كام ريجستر؟ عندي 8 جنرال بيربس اقدر استخدمهم في اي حاجه، خلاص، وانستراكشن بوينتر هنعرف ايه هم دلوقتي. خلاص الريجستر عباره عن 32 بت يعني 4 بايتس، يعني من الاخر كل واحد منهم دي وورد دبل وورد، ماشي. في كونفنشنز ليهم، يعني الديفلوبرز زمان اتفقوا كده ان احنا هنستخدم الريجستر ده لكذا وهنستخدم الريجستر ده لكذا، بس في الحقيقه مش هيفرق معانا دلوقتي عشان معناش وقت النهارده ان انا اخش فيهم واشرح ايهم. المهم ان احنا نعرف الكونفنشنز دي. اي اي اكس، خلاص، الاكستندد اكيوميليتر ريجستر، بلاش دعوه اكس ده مش مهم، يعني بي هولد الريتيرن فاليوز بتاعت الفانكشنز. يعني ايه؟ يعني مثلا الفانكشن بتاعي هيريتيرن مثلا زيرو، مثلا هحط الزيرو ده في الاي اكس، فبالتالي الكود اللي بعدي بعد ما انا ريتيرن كفانكشن هيعرف ان انا عملت ريتيرن الزيرو. خلاص اي بي بي، وده الستاك بيس بوينتر، تمام، هنعرف ايه هي الستاك، بس مهم ان ده بيعرفك بدايه الستاك فين. احنا عارفين ان الستاك دي بتبقى لو فاكرين في الكليه قالوا لكم اطباق، زي الاطباق كده، داتا ستراكشر، الحاجه بتتحط فيه فوق بعض وما ينفعش تشيل الا من على الوش وبتاع. في الاسمبلي والاكس 86 الكلام ده ما لهوش معنى، الستاك دي عادي تقدر تاكسسها من اي حته، ما فيش مشكله، عندك بدايه ونهايه ليها وعيش حياتك، تمام. بس هفهمكم هي ليه اسمها ستاك برضو، ما تقلقوش يعني. خلاص حد عنده اي سؤال ولا اكمل؟ هو مش الديفلوبرز يقدروا يحطوا حاجات جوه الريجسترز دول؟ تقدر عادي. طيب ماشي، فلو افترض ان الديفلوبرز حطوا مثلا، انت قلت ان هو الريجسترز دلوقتي بيبقى محدودين، تمام؟ طب لو كلهم مملين، لو كلهم ايه؟ يعني فول. ما هو انت فول دي معناها ايه؟ فول دي معناها ان الريجسترز فيها حاجات، فيها فاليوز، خلاص؟ تمام. هتعمل ايه؟ هتستخدم الميموري. يعني انت الريجسترز دي هدفها ان انا استخدمها في حاجه بتكسكيوت مثلا دلوقتي، او حاجه هتكسكيوت في خلال انستراكشن او اتنين فبحضر لها، فاهم؟ انما مثلا انا عندي 20 فاريبل في البروجرام، هل هحطهم في الريجسترز؟ لا، هحطهم على الستاك، فاهم قصدي؟ في الميموري، في اللوكال ميموري بتاعت الفانكشن اللي انا فيه او البروجرام اللي انا فيه، فهمتني؟ تمام. بس تمام. طيب اي اس بي الستاك بوينتر، وده بيشاور على التوب اوف ذا ستاك، فانا عندي البيز اوف ذا ستاك والتوب، خلاص، والاي اكس خلاص عرفنا ان هو بيهولد ريتيرن فاليوز. اخر واحد الانستراكشن بوينتر، وده اهم واحد بالنسبه لنا، لان ده اللي هيعرف البروسيسور هو هيكسكيوت عند انهي ادرس. انا دلوقتي باكسكيوت عند انستراكشن، عايز اروح للي بعدها اعرف منين؟ اعرف من الفاليو بتاع الاي اي بي، خلاص. طب في مثلا كونديشن فهروح لمكان تاني اكسكيوت عشان في مش هخش الاف مثلا، هروح على الالس على طول. الاي اي بي هو اللي بيحدد الكلام ده، خلاص، بيزد على الفاليو بتاعه وانا باكسكيوت كبروسيسور، تمام. طيب الاي اكس والاي بي اكس والاي سي اكس والاي دي اكس، احنا لو رجعنا شفنا الريجسترز تاني، هم اربعه، هم احفظوهم كده يعني، مش لازم طبعا تحفظهم بس هم 8 ما فيهمش اي حاجه. اي
AX VX CX DX وعندنا ESI و EDI EBP و ESP دول هنربطهم مع بعض خلاص عرفنا واحد للبيز واحد للستاك بوينتر والإنستركشن بوينتر خلاص. طيب عندنا EX EBX ECX EDX دول أقدر أعمل لهم أدريسنج في 8 أو 16 أو 32 بيت. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الـ EX هو ريجستر عبارة عن 32 بيت، الـ 16 بيت الأولانيين فيه اسمهم AX، ده مش ريجستر تاني، ده نفس الريجستر بس أقدر أكسس الـ 16 بيت اللي تحت فيه لو أنا مثلا محتاج إيه 2 بايتس بس خلاص. وبعد كده عندي AL و AH دول لإيه؟ لللور بايت والهاير بايت من اللو من إيه؟ من اللور وورد دي. فعندي AL دي من بيتس 0 ل 8 دي بايت، ودي من بيتس 8 ل 15 دي بايت تانية. تمام؟ فمثلا لو انا قلت لك حط لي 8 في AH هيحطها في كل ده، ال AH بقى 8، البيتس من 8 ل 15 في ال AX بقوا ب 8، ومن 8 ل 15 في AX بقوا ايه؟ بقوا 8 برضو، لان هم كلهم نفس الريجستر، هو نفس اللوكيشن، هي بس انا دي طريقه ان انا اعرف البروسيسور ان انا عايز احط الفاليو ده في الحته دي بس. خلاص؟ ليه هي كده؟ زمان ما كانش فيه E اصلا، ما كانش فيه extended، لان زمان X86 كان 16 بت، فهو كان AX وليه 2A 2 bytes، يعني 2 byte A registers. خلاص؟ وطبعا دول reserved ما لناش دعوه بيهم دلوقتي. خلاص؟ طيب في registers تانيين ينفع من لهم addressing برضو بالsmaller word بتاعتهم بس 16 بت. ايه هم؟ باقي registers كلهم اللي موجودين هنا دول. خلاص؟ اي حاجة غير الـ A والـ B والـ C والـ D الـ AX, BX, CX, DX اقدر اعمل لهم access بس من 0 ل 16 بس. خلاص؟ 16 بت دول. خلاص؟ هنا مثلا IP, DI, SI, EBP, sorry, BP, SP. انما الـ extended version احفظوا افتكروها كده، ده من غير extension، ده الـ extension، الـ extension register كله، من غير الـ extension الـ 16 بت بس. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال قبل ما اكمل؟ طيب نكمل. طيب اول instruction يلا no op no operation، تعملش حاجة، اقعد فاضي خليك زي ما انت كده تمام ماشي، ما فيهاش اي حاجة. هي دي الاسامبلي يا جماعه، نو اوبريشن. خلاص دي انستراكشن بقدر اديها للسي بي يو لو انا عايز اضيع وقت، عايز مثلا انت عملت سليب مثلا في كود او عملت ديلي. خلاص لو انت مثلا واحد بيحاول يكتب اكسبلويت مثلا وعايزه يرن في وقت معين او يرن في يبقى لوكيتد في حته معينه في الميموري، فبتستخدم نو اوبس عشان تملى مكان فاضي من غير السي بي يو ما يبقى بيكسكيوت حاجه. تمام اوكي يلا مبروك عرفت اسامبلي. ممكن بقى ان شاء الله تكتب كتاب زي ده ويب ديفلوبمنت في اسامبلي، يعني اعتقد ممكن الكتاب ده وانت بتكتبه تبقى مكتئب، بس يعني ان شاء الله اشوفكم كده كاتبين كتاب زي ده في يوم من الايام. الانستركشن اللي بعدها موف. موف بتعمل ايه؟ بتكوبي فاليو، هي اسمها موف بس هي بتكوبي، يعني معلش هنستحمل النقطه دي، هي بتكوبي فاليو من السورس للديستنيشن. فالسينتاكس بتاعها بيبقى ايه؟ move وبعد كده الديستنيشن بتاعي والحاجه اللي انا عايز احطها فيه. فده مثلا هيحرك واحد يحط يكوبي، هو مش هيحركها من حته، هو هيكوبي بس، هياخد الفاليو ده يحطه في الاي اكس. نفس الكلام هنا خلاص، move دي word pointer، ده مكان في الميموري، هنعرف دلوقتي السكوير براكتس دي ايه. خلاص هيحط 2 في المكان ده في الميموري، 4 5 3 1 ده ادرس ماشي. هيحرك الريجستر ده للريجستر ده، يعني مثلا لو EBX كان ب 6 و EX كان ب 2 بعد الانستركشن دي EX هيبقى ب 6 و EBX هيبقى ب 6 برضه، مفيش حاجه هتتشال من EBX، هو بيكوبي الفاليو بس. تمام نفس الكلام هنا، بياخد كوبي من الفاليو اللي في EX يحطه هنا، وهنا نفس الكلام برضه، بس ما ينفعش تموف من ميموري لميموري. يعني ايه؟ شايفين هنا كل الكومبينيشنز دي، انا بحرك اهو رقم بحطه في فاليو او في ميموري، بحرك ريجستر احطه في ريجستر او في ميموري، بس ما ينفعش اخد ميموري احطها في ميموري، ينفع احطها في ريجستر بس. تمام هو الاركيتكتشر كده، معلش هستحملها. خلاص عشان كده الميم اللي على الجنب دي بتقول كده، احنا عندنا كذا طريقه للموف
الموف انستراكشن ليها سو ماني ديفرنت تايبس وانواع مختلفه تقدر تكتبها منها، فيعني هي ليها فورمز كتير مختلفه. خلاص طيب، حد عنده اي اسئله لغايه دلوقتي؟ انا كده عرفنا اثنين انستراكشنز في الاكس 86، نو اوب ما تعملش حاجه، وموف كوبي ا فاليو في مكان ما. حد عنده اي اسئله قبل ما اكمل؟ اوكي هكمل، لو حد وقع منه حاجه يا ريت يا ريت يقول دلوقتي، انا هنكمل لسه، هيبقى في a lot more instructions وحاجات كتير هنتكلم عليها. اوكي طيب، الستاك ليه هي اسمها الستاك؟ علشان انا بتعامل معاها كانها ستاك بجد، يعني هي بيتعمل لها بوش وبوب زي السي بلس بلس ستراكشر عادي لو فاكرينه، اللي منكم خد سي بلس بلس او اي لغه فيها داتا ستراكشرز هيبقى عارف الستاك اللي هي بوش وبوب. بوش بتحط حاجه على الستاك من فوق، بوب بتشيل، وما ينفعش اكسس حاجه في النص. في الحقيقه هنا ينفع بس يعني مش مهم، الستاك دي مجرد اتفاق ما بين الناس وبعضها، في الاخر هي ميموري وتقدر تاكسس في اي حته. هي اسمها حرفيا رام، راندوم اكسس ميموري، تقدر تاكسس في اي حته براحتك طول ما الاو اس سمح لك، ما تحاولش تاكسس حاجه بتاعه الاو اس هيزعل منك. خلاص طيب، الستاك هي الستورج بتاعه البروجرام. خلاص بعمل ستور عليها للوكال فاريبلز، ماشي، الفانكشن بارامترز، ايه تاني، البوينترز بيبقى معمول لها ستور على الستاك. خلاص الاركيتكتشر بتاع الاكس 86 خلاص بيخلي لما احط حاجه على الستاك بتتحط تحتها في الميموري. يعني ايه؟ يعني انا عندي اطباق، يعني مثلا هشرحها لكم على الدياجرام وخلاص. انا عندي الستاك اهي، خلاص ادي فاليو وتحتيه فاليو وتحتيه فاليو، في الحقيقه هم فوق بعض، يعني ده التوب اوف ذا ستاك تحت اهو والبوتوم اوف ذا ستاك فوق. لو عملت لو عملت بوش لحاجه حطيت فاليو فوقيهم هيطلع هنا اهو، تمام. هي that's how it works، هي الاركيتكتشر كده. خلاص لما بتبوش حاجه بتتحط في at a lower memory address، فالستاك بتجرو لتحت. فلو انا الستاك بتاعتي بادئه عند هكس اف 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 مثلا اهو، هكس 4 4 اف هتجرو towards 0، ناحيه 0، عمرها يعني اتمنى ان عمرها ما توصل 0 عشان هتملى الميموري، بس يعني هي بتجرو towards 0. واضحه ولا لا؟ لو في حاجه مش فاهمينها قولوا عادي. اوكي انا بعتبر لما ما حدش بيتكلم ان انتوا فاهمين، يا ريت لو حد فاهم حاجه يقول. اوكي تمام طيب، نشوف بقى الستاك دي ازاي بنتعامل معاها مع الريجسترز بتوعنا. احنا قلنا عندنا اثنين ستاك بوينت، ستاك بوينترز بنستخدمهم، واحد اللي هو اي اس بي ده بيبقى على التوب اوف ذا ستاك، واي بي بي لا يا عمر، عمر يا جماعه في الشات بيقول الستاك ثابته في كل الاركتكتشرز الثانيه زي ارم. لا، الموضوع ده في الاكس 86 بس، ان هي بتجرو داون مش بس يعني، بس فكلام انا في سياقي هنا انا بتكلم على الاكس 86، ممكن يكون في اركتكتشر زيه، ممكن يكون في لا، انا ما اعرفش. انا عارف ان مش كل الاركتكتشرز كده، بس ايه بيستخدم ايه هتحتاج تروح تشوف المانيوال بتاعه او تشوف توتوريال ليه. بس لا، الموضوع ده مش ثابت ما بين الاركتكتشرز. وحتى حاجه زي ارم هي اصلا كونفيجربل، يعني مش دايما بتكون بنفس الكونفنشنز في كل حاجه او نفس الديزاين يعني. فما اقدرش اجاوب على ارم بتستخدم نفس طريقه الستاك دي ولا لا. بس زي ما بقول لك انا حاليا بتكلم على الاكس 86 بس، تمام. حتى اهو دايما كل حاجه هتلاقي كل سلايد هنا بيبدا بالاكس 86، انا بتكلم على الاكس 86 بس، تمام. بس فالاي اس بي، تمام يا عمر. الاي اس بي هو الستاك بوينتر، خلاص ده بيبقى بيشاور على توب اوف ذا ستاك، واي بي بي هو البيس بوينتر وبيشاور على البوتوم اوف ذا ستاك. خلاص طيب، الستاك دي مين اللي بيعمل لها سيت اب اصلا؟ لما بتيجي تلود بروجرام في الاو اس، من الاو اس يعني، انا عملت دبل كليك على بروجرام بيقوم فاتح وهكذا وبيلود وبتاع. طيب وهو بيلود، الاو اس بيحدد له حته بتبقى الستاك بتاعته، يقول له دي الستاك بتاعتك. مثلا هنفترض ان هي مثلا، محدش يصدقني في دي، مثلا 1 ميجا بايت مثلا يعني، فال1 ميجا بايت دي هي الستاك بتاعته. خلاص بيقسمها ازاي بقى؟ على حسب البروجرام عايز عادي، بس الكونفنشن اللي الناس اتفقوا عليه ان كل فانكشن هيبقى ليه ستاك جوه الستاك بتاعته. مش هخش فيها ولا اشرحها ازاي،
بس عشان كده هتلاقوا ان الفاليو بتاع الاي بي بي بيتغير، هنشوفها قدام. بس بعرفكم الفكره يعني، لو ما فهمتش الحته دي مش مشكله، اتس نوت ذات ريليفنت يعني خلاص. بس زي ما قلنا التوب اوف ذا ستاك هو الادرس اللي تحت خلاص. فتعالوا نشوف كده، انا دلوقتي ثانيه واحده، انتوا شفتوا بوش خلاص اوكي تمام. بوب بقى بتعمل العكس، بوش احنا شفنا ان هي عملت بوش للفاليو واي اس بي نزل صح، عمل ديكريس للفاليو بتاعه بقى شايف الادرس اللي تحت. بوب بتعمل العكس، لو انا عندي اي اكس ب6 مثلا واي اس بي بيشاور هنا واي بي بي بيشاور هنا خلاص، عملت بوب لفاليو اي اس بي طلع فاليو، طلع مكان في الميموري خلاص، والفاليو اللي كان على الستاك راح لاي اكس ماشي. هنعرف دلوقتي مور ديتيلز اباوت ذس انستراكشن خلاص. طيب المهم بس تفهموا ان التوب اوف ذا ستاك هو اللور ادرس ان ميموري، يعني هي هم اتفقوا عليها ان هي كده والاركتكتشر بتاع الاكس 86 كده، ف يعني وي ديل ويذ ات از ات از يعني خلاص. طيب الكولينج كونفنشنز زي ما احنا اتفقنا الاسامبلي فليكسيبل جدا، هو اركتكتشر بتاع سي بي يو شغاله زي ما انت عايز، بس علشان الناس تقدر تستخدم بروجرامز ولايبريز مع بعض ويعرفوا يعملوا اوبريتنج سيستمز تقدر تستخدم منها بروجرامز وهكذا، اتفقوا على حاجات خلاص، منها ان مثلا هنبوش البارامترز على الستاك مثلا خلاص، حاجات زي كده. ففي كولينج كونفنشنز، الكولينج كونفنشن ده هو ازاي البروجرام بتاعك هيكول فانكشنز، يعني انا عندي فانكشن جوه البروجرام اعمل له كول ازاي. ففي بقى كولينج كونفنشنز كتير قوي، ناس اتفقوا بطرق مختلفه، بس احنا هنهتم باثنين بس النهارده. واحد اسمه سي دكل، سي ديكلاريشن، وده لان هو الديفولت بتاع السي والسي بلس بلس خلاص. وهنركز مع اس تي دي كول لان هو برضو يعني لان هو اللي بيستخدم مع الويندوز 32 اي بي ايز، لما تيجي تكول ويندوز اي بي ايز بيبقى بيستخدموا ستاندرد كول، ده الكولينج كونفنشن اللي هو بيستخدمه. طيب ايه المشترك ما بين الاثنين دول ويفرق معانا النهارده؟ ان انت لما تيجي تكول فانكشن البارامترز بتاعته بيتعمل لها بوش على الستاك من اليمين للشمال، هنفهم ده دلوقتي هنشوفه خلاص. بس المهم ان انا الفانكشن بتاعي عنده بارامترز 1 2 3 4، هيحط 4 الاول وبعدين 3 وبعدين 2 وبعدين 1، هنشوفها دلوقتي خلاص. طيب ايه هي الكول خلاص؟ كول انا مثلا دي كده فانكشن كول اللي هي اد اي بي خلاص، عندي ايه ب9 وبي ب2 خلاص. طيب هاجي هنا ده الاسامبلي بتاعي اهو، عندي فانكشن مين وفانكشن اد، نسيبنا من بوش اي بي بي والحته اللي في الاول دي. بصوا هنا بيعمل موف اهو، موف اللي احنا خلاص شفناها قبل كده، موف 9 في مكان في الميموري اللي هو ايه فاريبل ايه حلو. وبعد كده بيعمل موف تاني ل2 خلاص في ايه في مكان تاني في الميموري. لاحظين الفرق بينهم ايه؟ 4، ده كان اي بي بي ماينس 4 وده كان اي بي بي ماينس 8 ماينس، ده يعني انا عندي الاي بي بي بيشاور على البيز اوف ذا ستاك، فماينس ده معناه ان انا في اللوكال ستاك بتاعي دلوقتي، انا جوه الستاك بتاعي تمام خلاص. فا اي بي بي ماينس 4 حطيت فيه 9، اي بي بي ماينس 8 حطيت فيه ايه 2 خلاص، وبعد ماينس 8 سوري ماينس 9 ماينس 8 حطيت فيه 2 خلاص. طيب بعد كده خدت الفاليو اللي في الميموري ده حطيته على الاي دي اكس، حطيته في الاي دي اكس سوري خلاص، يعني اي دي اكس دلوقتي بقى فيه كام 2 والاي اكس بقى فيه كام 9 خلاص اهو، لو هنتريس الكود ده سريعا يعني. وبعد كده بوش اي دي اكس، اي دي اكس ده اللي هو فيه كام 2 اللي هو انهي بارامتر بي، فهو عمل بوش للبي وبعدين عمل بوش اي اكس اللي هو فيه الاي اللي هو فيه 9، وبعد كده عمل كول للفانكشن. طيب البروسيسور هيخش اكسكيوت هنا برضه، سيبكم من اول اتنين بارامترز دول، هي اكسس الفانكشنز دي ازاي؟ ببلس بقى، انا عندي اي بي بي اهو خلاص، انا عارف ان ده البيز بتاعي، اي حاجه ماينس خلاص ده جوه اللوكال ستاك بتاعي لان انا بجرو الستاك لتحت. طب لو انا بعمل بلس فوق لا يبقى ده مش اللوكال ستاك بتاعي، انا كده باكسس الستاك بتاع اللي قبلي اللي هو فيه البارامترز اللي هو كان عمل لها بوش تمام. فهنا بيعمل كول لاد خلاص، واد بتاكسس البارامترز دي. فشفتوا ازاي هو عمل بوش من اليمين للشمال، فعلا عمل بوش لبي وبعدين ايه خلاص. فده السنتكس بتاعنا كول. لغايه دلوقتي حد مش فاهم حاجه؟
اوكي نكمل. طيب كول هي عباره عن انستراكشن بتكول فانكشن في ادرس معين، ممكن اديها ايميديت رقم على طول، ففي الحاله دي هو ادرس مثلا، او ريجستر حطيت فيه ادرس بتاع فانكشن، او ميموري لوكيشن. خلاص طيب بتعمل حاجتين. كول بتعمل بوش للاي اي بي، خلاص بتحط بتسيف الاي اي بي على الستاك. ليه؟ علشان انا هروح اكسكيوت في فانكشن، بعد ما اخلص الفانكشن ده انا مش عايز ارجع اكمل اكسكيوشن في المكان اللي انا فيه تاني. هعملها ازاي؟ عن طريق الاي اي بي، انا عايز احافظ على الاي اي بي. خلاص فبعمل له بوش على الستاك، اروح الفانكشن، وبعدين لما ارجع ايه بعمل له اكسكيوشن تاني. خلاص طيب وبعد كده بتخلي اي اي بي بتساوي البارامتر بتاعي، يعني انا عملت سيف للاي اي بي القديم، بعد كده ايه هحط الفاليو الجديد في الاي اي بي. تمام. ادهم بيسال في الشات، احنا قلنا الاي اي بي دي بتعمل ايه تاني؟ اي اي بي ده الريجستر اللي بيشاور على الادرس اللي انا بعمل له اكسكيوشن، يعني الفاليو اللي في اي اي بي ده هو الميموري ادرس اللي السي بي يو هيروح ياخد منه الانستراكشن اللي هيعمل لها اكسكيوت اللي هيشغلها دلوقتي. تمام اوكي. طيب احنا فين؟ احنا هنا. خلاص طيب اي اس بي اهو بيشاور دلوقتي على فاليو معين، مش مهم هو ايه، تعالوا نتريس الكود ده واحده واحده كده. اولا هبوش اي دي اكس، يعني احط اي دي اكس على الستاك. خلاص اهو اي دي اكس اتحط على الستاك وبقيت مشاور عليه. اي دي اكس هنا كان بكام؟ ب2 اهو، حط 2. وبعد كده الاي اي بي لوحده زاد ليه؟ هو البروسيسور بيشتغل كده، الاركتكتشر كده، عملت بوش لحاجه، عملت اكسكيوت للانستراكشن، عملت موف لحاجه، وات ايفر هي في الاخر، انا عملت اكسكيوت للانستراكشن، فهعمل ايه؟ الاي اي بي هيروح للانستراكشن اللي بعدها، هي ما فيهاش نقاش، هو كده، الا لو الانستراكشن دي هتودي حته تانية زي كول مثلا. خلاص طيب عملت بوش للاي دي اكس، خلاص حط 2 اهو. بعد كده عملت بوش للاي اكس، حط كام؟ 9. والاي اي بي بقى على الادرس اللي بعده. خلاص يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت بوش لاثنين وبعدين 9، وبعدين هعمل كول. طب كول دي هتعمل ايه؟ هتبوش الاي اي بي، فهلاقي الاي اي بي اتحط هنا اهو. خلاص الاي اي بي بتاعي هنا كان فين؟ الاي اي بي بعد ما عمل اكسكيوت الانستراكشن دي بقى 1027، صح؟ لان هو زاد، خلاص مش انا عملت اكسكيوت للكول، يبقى هيزيد، فهيحط 1027. وبعد كده هيعمل ايه؟ هيحط الفاليو اللي هي 1030 دي في الاي اي بي، فالاي اي بي بقى 1030، فالبروسيسور هيروح يكسكيوت هنا. تمام؟ فالبروسيسور بقى بيكسكيوت عند الاد. خلاص هيعمل ايه بقى؟ هيكمل اكسكيوشن في الفانكشن عادي. حلو لغايه دلوقتي؟ في حاجه، في حد مش فاهم حاجه؟ ماشي. ها ماشي اوكي. طيب طب عايز ارجع بقى للفانكشن بتاعي، هنفترض ان انا خلاص خلصت اكسكيوشن في الفانكشن ده. تمام وصلت للريت الريتيرن، ارجع من الفانكشن، روح عندنا اكسكيوشن تاني هنعمله. خلاص هيعمل ايه الاي اس بي؟ لسه خلاص انا خلصت بقى كل الفانكشن ده، ماليش دعوه بيه، عمل ايه؟ ما مش مهم، سيبكم من الكلام ده دلوقتي. الاي اس بي واقف على الاي اي بي زي ما انا ما عملتش حاجه جديده، انا اهو انا خلصت الفانكشن زي ما الفانكشن بدا، زي ما هو خلص، ما مش مهم هو عمل ايه في النص، المهم ان انا دلوقتي واقف عند اي اي بي بفاليو معين. خلاص هي اكسكيوت الانستراكشن دي والاي اس بي واقف هنا اهو. طيب الريتيرن بقى بتعمل ايه؟ بتاخد التوب اوف ذا ستاك تحطه في اي اي بي، خلاص بس كده. والوحدي انا بما ان انا عملت كده الاي اي بي هيروح، الاي اي بي هيبقى بيشاور على مكان جديد، السي بي هيروح يكسكيوت منه، اكني عملت بوب اي اي بي. هي عملت بوب للتوب اوف ذا ستاك، حطيته في اي اي بي. طب اي اي بي بقى بكام دلوقتي؟ 1027، يعني هكمل اكسكيوشن بقى عادي في الكود بتاعي. فبالطريقه دي انا عملت كول بالاسمبلي، يعني في الاسمبلي كود عمل كول لفانكشن، رحت خلصته وبعدين رجعت تاني، وهو ده الكولينج كونفنشن بتاعي، ان انا عملت بوش للبارامترز بتاعتي على الستاك. بعد كده اد اي اس بي 8 دي، اكشلي قولوا انتوا، حد يقدر يقول لي اد اي اس بي 8 دي بتعمل ايه؟ او يقدر يخمنها؟ انا قبل الفانكشن عملت بوش لاثنين بارامترز، بعد كده رحت في فانكشن ورجعت.
ادهم انت فتحت المايك بس في غروشة عندك قوي. ادهم انت هتقول حاجة ولا؟ اوكي طيب ماشي. محمود صالح صح مظبوط بيقول في الشات بيشيل المساحة اللي خزنها للاثنين بارامترز. ده اللي حصل فعلا. هو عمل هو لما انت عملت بوش الاثنين بارامترز على الستاك ESP نقص لان هو انت عملت بوش فالبوش قلنا بتنقص ESP لان هي بتالوكيت حاجة على الستاك خلاص. طيب شلت الاثنين الاثنين فاليوز دول بقى موجودين هنا. لما زود على ESP 8 يبقى هزود 4 زائد 4 هيبقى شلت البارامترز دي. انا ما شلتهمش في الحقيقه هم لسه موجودين بس انا بالنسبه لي انا ما بقوش فيزبل خلاص هم بره الستاك فهم undefined انا ماليش دعوه بيه. تمام. فعش عش محمود. عمر كان بيقول بيجمع الفاليو ويحطها ده صح هو ده اللي بيحصل فعلا للانستراكشن يعني هي الانستراكشن بتعمل كده هي بتزود 8 على ESP بس انا كان سؤالي هو ليه بيعمل كده بس صح انتوا الاثنين صح تمام خلاص. طيب اخر اثنين انستراكشنز هنبص عليهم النهارده علشان بقى نخش في العملي شويه اد وسب وده يعني سبحان الله لسه كان اهو بنقول ايه اد دي ماشي. اد وسب هي بيسكلي زي موف عندي سورس وديستنيشن. اد بتزود السورس على الديستنيشن سب بتنقص السورس من الديستنيشن. نفس الكلام زي موف بالظبط اقدر استخدم ايميديت لميموري سوري اقدر استخدم ايميديت من ميموري او ريجستر اقدر استخدم ريجستر مع ريجستر او ميموري ينفع ميموري من ريجستر بس ما ينفعش ميموري تو ميموري. نفس الكلام هنا اد اي اكس 1 هيزود 1 على اي اكس سبتراكت 2 من الميموري لوكيشن ده تمام سبتراكت اي بي اكس من اي اكس تمام اد على الميموري ده اي سي اكس تمام اد اي بي اكس اد اللوكيشن ده على اي بي اكس تمام مفيش مشكله. هتحط 2 ميموري مش هيكومبايل وعمرك ما هتلاقيها طبعا ايه في بروجرام معمول له كومبايليشن اوريدي. تمام. حد عنده اي سؤال؟ احنا دلوقتي هنبتدي نخش في اللايف اكزامبلز ونعمل ديبوج مع بعض. حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ شباب في انستراكشن مش فاهمينها ريجستر مش فاهمينه حاسين ان انا مش فاهم اي حاجه خالص من اللي انا قلته من الاول. اللي مش فاهم اي حاجه يقول لان اللي جاي مش تفهم منه حاجه لو انت مش فاهم اللي فات كله. ممكن تفهم جزء منه بس قصدي الاستفادة الأحسن هتبقى لو انت قلت دلوقتي لو مش فاهم حاجة وهشرحها تاني مفيش مشكلة. احنا معانا وقت كتير لسه من الساعة دلوقتي لسه معانا حبة وقت يعني. الجمب انستركشن مع الأسف يا أدهم مفيش وقت نخش فيها دلوقتي. انا ما شرحتهاش اصلا. هنحتاجها وهشرح جزء منها النهاردة. بس قصدي يعني مفيش وقت ان انا اشرحها لكم دلوقتي هنشرحها as we go. بس طبعا هتحتاجها instruction مهمة جدا. اي حد عنده سؤال تاني؟ Any questions? أي أسئلة؟ Please. Okay. خلاص. هكمل. لو حد مش فاهم حاجة ياريت يقول. Please. أنا مش عايز حد يبقى حاضر السيشن وحاس إنه مستفدش حاجة خالص. Okay. طيب. Live examples. تعالوا بقى نشتغل بجد. ماشي؟ ماشي. طيب. أول حاجة معانا binary في Linux. تمام؟ اسمه لوجن. طيب تعالوا اول حاجه نشوف هي هو اصلا هو ايه. فهنرن عليه كوماند اسمها فايل. فايل دي كوماند في لينكس خلاص. ايه ثانيه واحده بتقول لك ايه ايه نوع الفايل اللي قدامك. تمام. هو ايه الفورمات بتاعه وهكذا خلاص. فمثلا انا بحاول اشوف لكم اي سامبل فايل كده. ماشي تعالوا هنا مثلا خلاص. ده مثلا ايه دي اهي فيرتشوال ماشين مثلا خلاص. لو عملت فايل اول هيطلع لي بقى ده مثلا ده اكس ام ال فايل ده اكس ام ال فايل ده فيرتشوال ديسك ايمج دي دايركتوري
هكذا. خلاص تول لذيذه جدا وبتقدر تعرفك نوع الفايل اللي معاك ايه. خلاص طيب، فهو هنا بيقول لي ان ده الف executable and linkable format، يعني linux binary. خلاص 32 بت. خلاص بيستخدم انتل 8386 architecture. خلاص dynamically linked. ايه تاني مهم بالنسبه لنا؟ not stripped. not stripped ده يعني الاسامي الفاريبلز والحاجات ما اتشالتش منه لما الديفلوبر عمل له كومبايليشن يعني. خلاص طبعا اكيد 100% الديفلوبر ده مش انا، اكيد ما كنتش بحضر الباينري ده عشان السيشن يعني، اسمع علينا. المهم تعالوا نعمل له ران. ف تعالوا انا عندي الباينريز دي في مكان ما على الديسك، ثانيه واحده. ايه ده؟ لا ده سوالي بجد بقى مش نقلتهم. ف المهم هنعمل له ران. خلاص انا كاتب لكم الديتيلز في السلايدز عشان لو حد حب يرجع لها قبل كده بعد كده سوري. بس برضو هنمشي بالحاجه النهارده لايف مع بعض. فادوني ثانيه واحده بس افتكر حطيتهم فين. و هنبص عليهم. اهو لقيتهم. طيب ماشي، تعالوا زي هنا بالظبط. انا مكبر الفونت، شايفينه كويس؟ الفونت تمام يا شباب ولا اكبر عن كده؟ تمام اوكي. طيب تعالوا نرن. بيطلب يوزر نيم وباسورد. انا اوريدي مجرب حاجات قدامكم هنا، فتعالوا بس نجرب اي حاجه. بيديني اكسس دينايد. خلاص ماشي، واضح ان الايزي جاسز مش هتشتغل معانا. انا مش عارف اخمن حاجه بسهوله. مفيش باسورد سهله لو ادمن ادمن ولا سايبه ديفولت كونفيجريشن ولا حاجه. فتعالوا نجرب نعمل ايه ريفرسنج بجد. خلاص فتعالوا نفتحه في ايدا. خلاص ونشوف هيقول لنا ايه. طيب طبعا مش هتريس سطر سطر. خلاص بس هوريكم قد ايه ساعات الريفرسنج ما بيحتاجش ايفورت، بيحتاج بس انت تكون عارف تدور فين. ف يعني هنا هو بيقول لك يوزر نيم وبعد كده برنت اف. انا بعمل اكني واحد ما يعرفش يعني ايه ريفرس انجينيرنج اصلا، فاتح بروجرام وبحاول كده ابص اشوف هو بيعمل ايه. ففي يوزر نيم وبعد كده برنت اف. طب ما ده اكيد هو الكود اللي بيحصل هنا لما بيعمل برنت اليوزر نيم. وبعد كده سكان اف برسنت 5s. لو انتوا عارفين سكان اف بتشتغل ازاي فانت بتديها فورمات، فده معناه ان هو عايز 5 كاركترز، سترينج اوف 5 كاركترز. سترينج بتتكون من 5 كاركترز. وبعد كده باسورد وبرنت اف. وبعد كده ايه 12s يعني 12 سترينج. طب ما لغايه هنا تمام، يعني انا عرفت ان اليوزر نيم 5 كاركترز والباسورد ايه 12 كاركتر. انا خلي بالكوا لغايه دلوقتي ما عملتش اكشوال ريفرس انجينيرنج، ما بقراش الاسمبلي، مش مهتم هو بيعمل ايه، مش مهتم ايه اد اي اس بي والسب الاي اس بي هنا مش فارقه. المهم ان انا في سترينجز واضحه قدامي وفانكشن كولز. طبعا ده مش صح بس ده اكزامبل، دي وورم اب تشالنج. في الحقيقه انت هتبقى عايز تفهم هو بيعمل ايه لان ممكن يكون في تفاصيل انت عايزها يعني. خلاص تمام. طيب احنا فين؟ ماشي، بعد كده هنلاقي احمد وسترينج كومبير. ماشي، وفي بوش 5. احنا مش قلنا البارامترز بيتملها بوش من اليمين للشمال؟ خلاص طب وبعمل بوش ل 5 وبعدين بيلود احمد في اي اكس، هنبقى نعرف ال اي دي بتعمل ايه بعدين. خلاص وبعدين بيعمل بوش ل اي اكس وبعدين بيعمل لود لفاريبل كده الله اعلم ده ايه، وبعدين ايه بوش اي اكس تاني. طب string compare دي حد عارف تشتغل ازاي؟ انا ما اعرفش، تعالوا نشوف. man str comp، هتلاقي str comp و str n comp. خلاص دول خلي بالكم ده انا بشوف المانيوال على تيرمينال، ممكن طبعا تخش تشوفها على النت تبقى اسرع بكتير. بس عشان يعني ننجز شويه باننا اوريدي فاتحين تيرمينال يعني. string compare بتاخد character s1 و character s2 و n، بتعمل ايه؟ بتكمبير S1 and S2. خلاص بتريتيرن 0 if S1 and S2 are equal. طيب حلو، يعني انا عرفت ان ال N ده هو الخمسة، يعني هو فعلا بيكمبير 5 characters و S2 هي احمد.
لان عمل لها بوش بعديها. واس 1 هي ايه؟ الاي اكس تي فار اف 1. طب ايه هو فار اف 1 ده؟ جه منين؟ اهو سوري فار 1 اف اهو، ده اللي عمل له سكان اف لما كان بيطلب 5 سترينجز، ده اللي هو الانبوت بتاعي تمام. فهقوم عامل ايه؟ يبقى انا كده عرفت اليوزر نيم احمد. وبعد كده سبحان الله يعني مش عارف ازاي لقيت نفس السيكونس موجود هنا بس مع الباسورد لونج باسورد خلاص. طب لو صح هيقول لي اكسس جرانت، لو غلط هيقول لي اكسس دينايد. انا عملت ريفرس انجينيرنج للبروجرام من غير ما اكون عارف اسامبلي اهو، يعني عارف اسامبلي ايه بسيط خلاص. طيب هنقفل ايضا خلاص وهنجرب نرن احمد ولونج باسورد اكسس جرانت خلاص. طيب هل دي تشالنج واقعيه؟ طبعا لا، انت لو تشالنجز كلها كده الناس كلها تخش تاخد فلاجز ما شاء الله ايه بالهبل يعني خلاص. طيب هل في حاجات هتبقى سهله كده؟ اه ممكن عادي، ايه المشكله يعني؟ الموضوع مش صعب قوي، في كود بيبقى بسيط ومش صعب ان هو يعمله ريفرس. هل استفدت حاجه من التشالنج دي؟ انتوا تقولوا لي صراحه ما اعرفش يعني. هل انتوا حاسين ان انتوا فاهمينها؟ في حاجه مش فاهمينها فيها؟ اكيد في حاجات مش فاهمينها من الحاجات التانية، بس قصدي اللي انا عملته دلوقتي انت شايف او انتم شايفين ان هو صعب او في حاجه خياليه محتاج اعملها اروح ابص في مانيوال كبير ولا حاجه، ولا كله كان بيزك سيرشنج سكيلز؟ واحمد محمود بيقول لا لا ما استفدتش، ولا لا صعب، ولا يعني يا ريت تكون سبيسيفيك شويه. اه سهل، طب الحمد لله يعني ده شيء يفرحني. طيب حد تاني عنده بوث يعني سهل ولا يا جدعان ما تتكلموا، خليه فضفضوا كده شويه يعني. بوث ايه؟ بوث ايه يا اسر؟ ايزي وايه؟ حلو ماشي. طيب خلاص ده نفس اللي احنا عملناه، بس هحط لكم في السلايدز ان شاء الله حد حب يرجع ليها يعني. ممكن برضو ودي اسهل حاجه ان احنا نرن سترينجز. انا قلت لكم على سترينجز من شويه ان هي بتطلع لك السترينجز اللي في البروجرام، فاقول سترينجز لوجن لقيت اهو سبحان الله ايه احمد ولونج باسورد اهم موجودين واكسس جرانتد واكسس دينايد اللي هي السترينجز اللي عندي جوه، فعرفت منها اليوزر نيم والباسورد. طبعا مش هتلاقي سي تي اف بالتفاهه دي لو هتكون بتلعب بجد في كومبيتيشن، بس التريننج والورم اب والحاجات دي ممكن تلاقي فيها حاجات كده يعني. وبعدين اتس فن يعني، فايش عادي ضايقش نفسك يعني خلاص. طيب تعالوا نبص على تشالنج تاني. التشالنج ده انا جايبه من ويب سايت حقيقي اسمه سايبر تالنتس. ده مش اعلان، انا ما اعرفش حد في سايبر تالنتس حاليا، كل اللي اعرفهم سايبر تالنتس كانوا من زمان يعني، بس خلاص اظنش في حد فيهم مكمل دلوقتي هناك. بس هي شركه كويسه يعني، مش عايز ابقى بعمل لهم دعايه يعني، بس قصدي انا لقيت التشالنج دي عندهم سهله. هم بيعملوا سي تي افس عامه فعادي، بس زي ما اقول ده مش اعلان، انا مش برشح ان حد يروح يعني يشوف سايبر تالنتس بدل حد تاني، شوف اللي انت عايزه. انا بس بقول لكم ان انا لقيتها هناك لان هم اللي كاتبين التشالنج، في حقهم ان انا اقول ان هم اللي كاتبينها يعني خلاص. طيب تعالوا نشوف التشالنج دي، تعالوا برضو ايه نهش. انا ثانيه بس هحتاج هفتح الفي ام بس. ماشي المهم عندي فايل هنا اسمه developer logs خلاص. طيب developer logs ده فايل ايه؟ تعال نشوف كده. هو PE32 يعني portable executable 32 executable يعني، وبيستخدم برضو انتل 8386، بس في حاجه زياده هنا بيقول لي مونو دوت نت اسامبلي. يعني ايه دوت نت اسامبلي؟ يعني مكتوب بالسي شارب يعني ويندوز بروجرام خلاص. يعني ايه برضو لو فاكرين من اللي انا قلته من شويه ان هو مش كومبايلد، يعني انا مش هفتحه اهو، سوري هو كومبايلد بس مش كومبايلد الاسامبلي، فانا مش هفتحه الاقي فيه اسامبلي واحتاج اعمل له ديبوجينج وريفرس انجينيرنج. هو اسهل من كده بكتير خلاص، او هنشوف ممكن ما يطلعش اسهل على فكره، مش شرط ان هو مكتوب بالسي شارب بقى هو سهل، بس قصدي ايه ان هو مش مكتوب باسامبلي، فانت مش محتاج تفهم اسامبلي، انت محتاج بس تبقى فاهم سي شارب، والسي شارب مش لغه صعبه قوي هتبقى فاهمها عادي يعني خلاص. طيب فعرفنا ده، تعالوا نفتحه برضو
طريقه تانية تشوف بيها الحاجه بحاجه اسمها سي اف اف اكسبلورر. انا كنت قلت لكم على اكسبلورر سويت وقت ما جبت سيره الديفلوبر تولز، فتعالوا نفتحه بسي اف اف اكسبلورر ونشوف برضو هو ايه. هل انتم شايفين الشاشه هنا ولا صغيره بتاعت الفيرتشوال ماشين؟ اظن كده احسن صح؟ ماشي، هفترض ان كده احسن بدل ما حدش اعترض. صغيره برضو بعد ما كبرتها. اوكي تمام كويس خلاص اوكي. طيب المهم ان هو قال لي نفس الكلام اللي فايل قالته، بورتبل اكسكيوتبل 32 بت اسامبلي، بس بوريكم ان ممكن نستخدم كذا تول بكذا طريقه مختلفه. يعني الفايل فيرجن، الفايل ديسكريبشن سي تي سايبر تالنتس، اوريجينال فايل نيم سي تي ريفرس بي 1، اللي كتب التشالنج كان مسميها كده يعني. الهاش بتاعها لو عايز بس تدور عليه على النت، بتاع لو ده مثلا مالوير حقيقي فعايز تشوف الهاش بتاعه على النت. كرييتد امتى، الكومبايليشن تايم، الحاجات دي تقدر تجيبها من هنا. السايز بتاعه معمول بايه، هنا هو بيقول لك مايكروسوفت فيجوال ستوديو دوت نت. بيبقى فيه هنا بقى شويه انفورميشن هتعرفوها لو ذاكرتوا كورسز اللي انا هقول لكم عليها في الاخر. ساعات بتكون مفيده ساعات لا، بس اغلب الوقت بتكون مفيده يعني. في هيكس اديتور ممكن لو عايز تاديت حاجات فيه، بروجرام لذيذ جدا وفيري فيرساتايل تول يعني. المهم هنيجي هنفتحها في دي ان سباي. دي ان سباي ده دي كومبايلر للدوت نت، يوسفول جدا، ومن الحاجات اللي بيخليك بقى بص على الجمال تيجي تفتح هنا لقيت الكود بتاع البروجرام خلاص. مفيش ريفرس انجينيرنج يعني، هو كده بارك الله في مرزقك، عندنا شويه كود سي شارب، مفيش حاجه تاني بتعملها اكتر من خلاص. فهو يعني بيقول لك give me the hash and I'll be happy خلاص. طيب بيعمل ايه، read line، عايز تكست اكبر من 11. انا حرفيا بقرا كود، انا ما بعملش ريفرس انجينيرنج لحاجه الصراحه يعني، او بعمل ريفرس انجينيرنج بس مش بعمل هيفي ليفتنج، انا عادي بقرا كود خلاص. وبعد كده بيقول لي هو عايز تكست، عايز ياخد مني سترينج اكبر من 11 كاركتر يعني 12 او اكتر خلاص. سوري اصغر، لان هو لو ده حقيقي هيقول لي سوري، هيقول لي نوب يعني هو عايزه اقل من 11 خلاص. ولا وبعد كده هيكريت ام دي 5، تعالوا نشوف كريت ام دي 5 ده بيعمل ايه. بيحسب هاش بتاع حاجه مش مهم ايه هي دلوقتي خلاص، تعالوا نكمل ماشي. لو الهاش بتاع الانفايرمنت دوت يوزر نيم، اليوزر نيم بتاعي بتاع السيستم زائد التكست اللي انا دخلته مش بيساوي كذا، عيط else وريتيرن else ايه، اكتب له ثانكس. طب تعالوا نشوف الهاش ده ايه، تعالوا نشوف الانبوت اللي هو عايزه ايه خلاص. ف ثانية هجيب بس براوزر تاب لذيذ كده اهو. ماشي تعالوا نسيرش الهاش ده كده، طبعا مش هيطلع لي حاجة، فهروح ادور على crack md5 hashes online، هيطلع لي crack station. تعالوا نشوف ده ايه، I'm not a robot. تعالوا نحل البتاع بتاعته دي ونشوف هيقول لنا ايه، unknown. طب تعالوا نشوف ويب سايت تاني. هو basically الويب سايت دي بتعمل ايه، بتاخد الهاش بتاعك وتشوف لو هو موجود عندها في داتابيس، لو موجود بتقول لك هو ايه، لو مش موجود بتقول لك unknown. فهو اولاني ما عرفوش، تعالوا نشوف لو ده يعرفه. ده يعرفه بيقول لي بيكاتشو زي 00. طيب تعالوا نروح لسايبر تالنتس ونجرب نسبمت، او في الحقيقه انا اوريدي عملت ده فمش هكدب عليكم يعني، هنلاقيه. المهم ان هو لقى الهاش اهو وهي اكسبت السبمشن بتاعنا. دي اكزامبل لسي تي اف تشالنج حقيقيه كانت موجوده في سي تي اف عندهم، وبعد كده عملوا لها بابلش يعني، معموله من 5 سنين اهو تمام. فده اكزامبل للتشالنج. هل كل باينري هتحله هيكون بالسهوله دي؟ لا. هل انت محتاج تريفرس الباينري كله وتشوف ايه القصه فيه وبتاع؟ برضه لا. انا هنا ما فرقش معايا احنا فين الفيرتشوال ماشين بتاعتنا اهو، انا ما فرقش معايا الفانكشن ده بيعمل ايه، ما فرقش معايا الانبوت بتاعه ايه، فرق معايا السترينج دي اللي هم كانوا عايزينها في الايه، في التشالنج تمام.
بس خلاص. حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي كده؟ خلاص الفي ام دي مش هنحتاجها ان شاء الله تاني. حد عنده اي سؤال؟ ماشي نكمل. ماشي طيب تعالوا في بروجرام ثالث RTFM. يعني ايه RTFM؟ اما نعرف هنشوف. طيب تعالوا نجيب الفايل. ماشي تعالوا نشوف RTFM DA PA32 executable for Windows. ماشي نفس القصة بس المرة دي مفيش دوت نت بقى، المرة دي ده ويندوز باينري حقيقي. خلاص طيب ماشي مايكروسوفت سي بلس بلس. ماشي يبقى احنا عرفنا ان هو مكتوب بالسي بلس بلس، مفيش حاجة مفيدة تانية. خلاص طيب تعالوا نكمل، تعالوا نفتحه في ايضا. تعالوا بقى نسيبنا من هنا ونكمل احنا ايه نحله لايف مع بعض. طيب ماشي اول حاجه شويه اسامبلي جميل، في باسورد دوت تكست، في كونجراتس، في تراي اجين. تعالوا كده نشوف ايه السترينجز اللي موجوده في باينري، ودي من الطرق اللي بنعملها. بنبدا لما نيجي نريفرس باينري نشوف ايه السترينجز اللي فيه. فعندي كوركت كونجراتس، رونج تراي اجين. ماشي في شويه سترينجز لذيذه، تعالوا نشوف كده ايه كوركت كونجراتس دي عايزه ايه. تعالوا كده طبعا شورت كاتس ايضا والحاجات دي هتعلموها مع الوقت، مش مشكله يعني محدش يفتكر ان هي حاجه صعبه قوي. خلاص طيب ماشي، عشان يكتب correct congrats احنا عايزينه execute هنا. طب انا عندي دلوقتي في branch كده، انا حاسس ان هو على اساس حاجه معينه يا execute يا هنا يا هنا، وفي الاخر هيعمل الحاجه اللي في الاخر دي. طب ايه هو الحاجه اللي هنا؟ في حاجه اسمها jump zero، في حاجه اسمها test، وفي move zx. طب انا ما اعرفش الانستراكشنز دي ايه دول، انا ما خدتهمش، ما حدش قال لي ايه هم. تعالوا نشوف، نفتح براوزر تاب تاني ونكتب x86 test instruction. ويكيبيديا بيج كامله عنها اهو. بتعمل ايه؟ test operation clears the cf and zero flag to zero. ماشي 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 ماشي. The test instruction performs a bitwise AND. أنا بس أكبر الفونت. The test instruction performs a bitwise AND on two operands. خلاص؟ وبتست SF, ZF, PF depending on the result. خلاص؟ طيب إحنا خدنا إيه هي الفلاجز؟ لا. طب مش مهم، مش مهم دلوقتي. المهم إيه؟ إن أنا هبص على الإكزامبلز. أنا بس يعني بوريكو ان الموضوع ممكن يتفهم من غير ما تكون عارف كل ديتيل، بس لازم تبقى فاهم البيزكس كويس. لما تشوف حاجه زي دي، لولا ان احنا في سيشن ومحتاجين نخلص في وقت ريزنبل شويه، انا هخش اشوف كل فلاج من دول ايه. بس انا في الحقيقه هنا انا محتاج احل التشالنج، ف عايز اوريكو ان لما تشوف انستراكشن جديده مش شرط تفهمها 100%، لازم تبقى فاهم اللي يكفي ان انت تحلها ساعتها او ان انت تكمل شغلك وبعدين actually تديها وقتها وتذاكرها. تمام؟ يعني مش شرط ان انت تبقى فاهم كل حاجه 100%، ده عمره ما هيحصل. خلاص؟ ده مش معناه انك تتلصق المذاكره وتقول انا خلاص هذاكر نص الاسامبلي وبقى اتعلمه وانا as I go. لا، افهم الدنيا كويس. لو قابلت حاجه ما تعرفهاش ومعكش وقت ان انت go deep into it، اعرف اللي يكفي ان انت تخلص الوراق بس الاول وبعدين تبقى فاهمها كويس. خلاص؟ وده مش بينفع في كل الحالات، لو الحاجه دي حاجه سنسيتيف او حاجه فيها شغل كتير ما تكروتهاش. اوكي يعني استخدم الكومن سنس برضه. المهم هنا تيست سي ال وسي ال هيخلي الزي اف، انا مش عارف ده ايه، هيخليه ب1 لو السي ال ده بيساوي 0، وبعد كده هيجامب اف زي اف بيساوي 1. طب يعني ايه جامب؟ تعالوا نشوف تاني جي زي انستراكشن ويب سايت اهو. The jump instruction, the jump zero instruction is a conditional jump that follows a test. يعني هي بتكون بعد التست. خلاص طيب حلو.
ماشي يعني هي بالاخر ايه بتخلينا جامب اللوكيشن. يعني هنا تيست اي اكس اي اكس لو اي اكس بزيرو هاي جامب جامب اف زيرو. طب يعني ايه جامب؟ تعالوا نشوف يعني ايه جامب. نرجع نكتب هنا جامب. Jump performs an unconditional jump. Such an instruction transfers the flow of execution by changing the program counter. يعني سيبكم من كلمة program counter دي. Program counter ده اللي هو EIP اللي هو instruction pointer. يعني هي بتغير instruction pointer للمكان اللي أنا اديته لها. زي الجو تو كده في السي. حد فاكر الجو تو؟ ما عرفش شفتوها ولا لأ. بس الجو تو دي بتديها سطر كود بتروح تأكسكيوت عنده وملهاش دعوة بأي حد. مش سطر كود سوري بتديها label مكان معين. سطر كود ده كان زمان أيام ال programming languages القديمة يعني. خلاص؟ طيب. فالمهم نرجع على كلامنا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان هو هيجمب لو الـ ECX بزيرو. خلاص؟ طيب. الـ ECX بزيرو. طب الـ ECX ده جاي منين؟ من الـ AL. طب والـ AL ده جاي منين؟ الـ AL ده جزء من الـ EAX. والـ EAX هو الـ return value بتاع الـ function ده. يبقى انا من الاخر عايز الفانكشن ده يريترن 0. خلاص علشان ايه؟ سوري انا عايزه يس انا عايزه يريترن 0 علشان سوري انا عايزه يريترن 1. لو عايزه ما يريترن حاجه غير الزيرو يعني هو عمل ريترن 0 هيجي هنا سوري معلش لو هو عمل لو الفانكشن ده رجع 0 اللي هي فولس خلاص هخش هنا واقول له try again. لو رجع 1 اللي هي true هيخش correct ويقول لي ايه congrats. وده اللي انا عايزه يحصل. فاخلي الفانكشن ده يريترن 1 ازاي؟ معرفش. تعالوا نشوف هو بيعمل ايه. نخش هنا functions برضو functions مش مهم instructions قصدي. هنيجي هنا هنلاقيه بي compare value 41. خلاص بياخد argument يحطه في EDX خلاص وبعدين بيعمل له extension في EAX خلاص move SX دي بتعمل extension للرقم اللي معايا. هنرجع الحتة دي ثانية واحدة. احنا فين؟ احنا هنا شفنا strings شفنا condition ده شفنا jump zero. انا بس عايز اوريها لكم هنا باختصار يعني move ZX او move SX بتديها حاجة صغيرة بتعمل لها extension وتحطها في حاجة كبيرة. خلاص؟ يعني ايه؟ move ZX بتاخد ال 02 دي مثلا في ال AL هي بايت. بايت يعني 2 رقمين هكس. هحطها في ال ECX اللي هو 8 ارقام هكس. فهيملى الباقي الفراغات بزيرو. فهي دي 2 ودي 2 برضو. بس دي 2 على هيئة بايت ودي 2 على هيئة double word او اللي هو 32 bits. تمام؟ احنا لغاية دلوقتي واقفين في النقطة دي. انا ما جردش حاجة في السلايدز. كل ده احنا عملناه مع بعض. تمام؟ عرفنا تيست بتعمل ايه؟ عرفنا موف زد اكس بتعمل ايه؟ دلوقتي عايزين نعرف السب اللي هو الفانكشن اللي عندي ده اهو او اللي هو كان ده يعني بس هو بيجمب تاني ملناش دعوة مش مهم. المهم عايزين نعرف السب ده بيريترن ايه؟ خلاص؟ ايه اللي هو بيرجعه في الـ AL؟ حلو؟ طبعا مش عايز اقول لكم لو انت بتحل تشالنج زي دي نفسك طبعا هتلوك اب الحاجات دي مش هتسيبني اقول لك كده زي ما انا عملت في الاول. خلاص طيب المهم ان هو بياخد ارجمنت الارجمنت اللي مبعوته له ارج 0 خلاص بياخده يحطه في الاي دي اكس. ماشي ده اللي هو ايه ده الادرس البوينتر بوينتر الاري ده يحطه في اي دي اكس وبعد كده بياد اي دي اكس مع الاي سي اكس. اي سي اكس ده اللي هو بادئ بكام سوري بادئ ب 0 ماشي بيعمل لهم اد وبعد كده دول هيرجعوا له بايت لان انا الاري عندي ده كاركتر اري بايتس ورا بعض هيعمل له اكستند في الاي اكس. حلو فبقى عندي مثلا اللي هو فاليو هنا كان مثلا بي مثلا اللي هي هيكس 42 هيبقى هنا هيكس 42 برضو بس محطوط في الاي اكس. خلاص وبعد كده هيعمل له كومبير مع 41 ماشي وبعد كده هيخش على الكاركتر اللي بعده 42 وبعد كده الكاركتر اللي بعده 31 كل ده هيكس فاللي هي واحد يعني هنا A B 1 2 E 3 خلاص
ماشي بيعمل شوية الكومباريزنز دي، وبعد كده ايه لو اي واحدة منهم فشلت هي اكس اور الاي ال مع نفسه. لو حد فيكو خد لوجيك هيبقى عارف ان لما تاكس اور حاجة مع نفسها اكنك خليتها زيرو، تمام؟ فمن الاخر هو هنا كل دول بيرترن فولس وهنا بيرترن ترو موف اي ال 1. يعني انا من الاخر عايز اخلي البارامتر اللي مبعوت له ده يفولو كل الفاليوز دي، ما فيش ولا كونديشن من دول يفيل. طب عشان ما يعملوش فيل اعمل ايه؟ محتاج اخلي A و B 1، محتاج اخلي دي السترينج اللي موجوده اللي مبعوته للفانكشن ده. طب انا دلوقتي فاضل لي بيس واحده بس، احنا اهو مشينا ايه بصينا على الكومباريزنز دي، بصينا على ايه هما خلاص، وشفنا لو هما مش ترو ايه اللي بيحصل. طيب فاحنا دلوقتي عايزين نعرف الانبوت داخله ازاي، دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه. لو عرفت ايه الانبوت اللي داخله هعرف ادخله للبروجرام، وبعد كده ايه ابقى عرفت الفلاج. صح، حلو. طيب ده الفانكشن بتاعنا، خلاص عرفنا الحاجات دي، قلنا عرفنا ان هو بياخد values من arg 0 بيعمل لهم comparison، لو comparison عملت fail بيreturn. طب ليه ما استخدمتش string compare؟ علشان اعلمكم الصراحة الموضوع ده، بس يعني احنا برضو مش عارفين هو بيcompare الحاجات دي in order ولا لا، انا مش عارف الstring اللي هو عايزها ايه. خلاص طيب تعالوا نفترض ان احنا خلاص فهمنا comparisons دي، عشان بس نكمل خلاص عايزين نعرف الparameter ده ايه جه منين. ماشي هنسكيب بس الجزء ده يعني. طيب تعالوا نشوف الفانكشن بتاعنا ده معمول له كول فين. الفانكشن معمول له كول هنا ومبعوت قبليه بارامتر واحد اللي هو اي اكس. طب اي اكس ده عباره عن ايه؟ محطوط فيه بافر، بافر ده اللي هو كاركتر اري يعني. طيب والبافر ده جاي منين؟ جاي من هنا. طب جاي من هنا ازاي؟ محطوط في اي اكس وبعدين اتعمل له بوش على الستاك، وبعدين في حاجه اسمها اتش فايل اتحطت في اي سي اكس وبعدين اتعمل لها بوش على الستاك. طب ايه ريد فايل ده؟ ما اعرفش، تعالوا نشوف على الانترنت. ريد فايل، ريد فايل فانكشن مايكروسوفت ليرن اهو. ريد فايل ريدز داتا فروم ا سبيسيفايد فايل اور انبوت اوتبوت ديفايس. طيب البارامترز بتاعته ايه؟ بياخد اتش فايل وبافر وبعدين number of bytes to read, number of bytes read و L overlapped. حلو ماشي اوكي. يعني دلوقتي احنا عرفنا ان ECX هو ال H file و LP buffer هو البفر بتاعنا. خلاص ليه؟ لان هما البارامترز اللي على الشمال. احنا هو طبعا هو حطيتهم هنا من فوق لتحت، بس هي يعني انتوا عارفين الفانكشن ده في السي هيبقى محطوط في سطر واحد يعني. خلاص والباقي دول حطيتهم بزيرو اهو، او مش number of bytes to read مديهوله صح 10 بس زيرو زيرو. يعني انا عرفت ان هو بيقرا حاجه من الفايل ب 10 والباقي دول مديهم له بزيرو. خلاص حلو. طب الفايل ده جابه منين؟ جابه من create file. طب create file دي بتعمل ايه؟ تعالوا نشوف. حد في حاجه وقع منه؟ انا حاسس ان في صمت كده. شباب كله تمام؟ تمام مركزين الحمد لله. اوكي يعني دي حاجه هتبسط. ماشي create file ايه؟ تعالوا نشوف ده بيعمل ايه. creates or opens a file or IO device. the most commonly used IO devices are the following file. ماشي خلاص عرفنا ان هو بيفتح فايل او بيعمل فايل جديد. خلاص البارامترز بتاعته ايه؟ file name desired access share mode وشويه حاجات تانيه مش مهمين دلوقتي، او ممكن يطلع واحد منهم مهم هنعرفه كمان شويه. خلاص طيب خلاص عرفنا الفانكشن ده. طيب create file، الفايل نيم اهو، باسورد والتكست مفهوم. desired access تعالوا نشوف desired access دي ايه. desired access في read ورايت وبتاع. ماشي هو اكيد ما دام بيقرا حاجه من فايل يبقى معاه read، فمش مشكله نخش فيها دلوقتي، يبقى نشوفها بعدين. الشير مود بزيرو مش مهمه دلوقتي،
ولا السكيورتي اتريبيوتس. بس ايه دي دبليو كرييشن ديسبوزيشن دي؟ تعالوا نشوفها هنا. دي دبليو كرييشن ديسبوزيشن ان اكشن تو تيك اون ا فايل اور ديفايس ذات اكزيستس اور دازنت اكزيست. طيب هي هنا عندنا بكام؟ بثلاثة. خلاص. طب وثلاثة هنا ايه؟ open existing opens a file or device only if it exists. If the specified file or device does not exist, the function fails and the last return, the last error code is set to error file not found. ده معناه ان create file هنا هو بيستخدمها عشان يفتح file اسمه password.txt. هو مش بيحاول يcreate file. هو اسم الفانكشن كده. بس هو في الحقيقة بيopen file بس. عرفت منين؟ من البارامتر ده. خلاص؟ يعني من الاخر البروجرام ده واحنا حرفيا مشينا بالعكس، احنا مشينا من اخره اللي هي السكسس مسج بتاعتي لحد الانبوت، عرفنا ان هو علشان يطلع لي كوريكت كونجراتس محتاج يقرا فايل، والفايل ده اسمه باسورد دوت تكست جواه سترينج فيها ارقام او حروف فيها حاجه هنعرف ايه هي. خلاص. طيب تعالوا نشوف الكلام ده في السلايدز بتاعتنا. خلاص احنا شفنا البفر اهو وبتعمله بوش. خلاص. وشفنا اللي قبليه على الستاك كان بيعمل لود لبافر، بيعمله بوش على الستاك وبعد كده بيعمل كل الفانكشن. طب البافر ده جه منين؟ البافر ده جه من كرييت فايل. خلاص. اتكلمنا على الكرييشن ديسبوزيشن. بعد كرييت فايل عمل ريد للفايل. خلاص. عرفنا دلوقتي ان هو محتاج فايل اسمه باسورد تكست، وهحرق لكم علشان الكومباريزنز بس فيها شويه انستراكشنز كتيره عليكم، مش عايز احسسكم ان الموضوع اوفرويلمنج شويه او كبير. المهم ان هو فعلا عايز A B 1 2 E3. خلاص. دي السترنج اللي هو عايزها. لو كل ده تمام المفروض يطلع لي سكسس مسج. انا مع الاسف ما عنديش في ام ويندوز جاهزه اوريكم البروجرام، بس اكد لكم ان هو شغال. لو عايزين ابعته لكم تجربوه قشطه يعني. المهم ان هو هتشغله بشكل ما، والباسورد والتكست فيها الحاجه دي، وهو في نفس الفولدر هيقوم مطلع لك كونجراتس. خلاص. في حاله ان هي سي تي اف هيبقى هو ده الفلاج بتاعك، هتعمله سبمشن وتاخد البوينتس وتبقى اكسبت ان شاء الله. تمام. طيب او ممكن تستخدم دي كومبايلر وتبقى حياتك سهله. يعني اهو بصوا دي كومبايلر اهو مطلع لي كود زي ما انا كنت كاتبه قريب قوي منه، ومطلع لي هنا الكومباريزن اهي واضحه A1 و A1 of 1 زي السي بالظبط. ايه الفرق بقى؟ ايه المشكله؟ ليه ما استخدمش دي كومبايلر؟ عادي عشان نتعلم. عايز بقى بعد كده تستخدم دي كومبايلر براحتك، بس لازم تبقى عارف اسمبلي كويس. ما ينفعش تبقى تقول انا ريفرس انجينير وانت مش عارف اسمبلي كويس، لان ات سام بوينت الكومبايلر مش هيفيدك. هتبقى محتاج تبقى عارف اسمبلي بشكل ما، وهتحتاجها 100% هتحتاجها. خلاص. بالذات لو ناوي تشتغل مع حاجات لو ليفل او هاردوير او فيرموير او كده. تمام. بس دي تشالنج. خلاص. اتعلمنا ايه بقى منها؟ حد يقول لي كده في الكومنتس. اهو بص اهو ياسر اهو بيقول فيها ايه لو استخدمت جيدرا. استخدم جيدرا. انا عملت دي بايدا، ايدا فري دي كومبايلر. خلاص. كلاود دي كومبايلر لان البروجرام ده مش مهم، بس ممكن تستخدم جيدرا، ممكن تستخدم اي حاجه ومش هتخسر حاجه. بس في الاول وانت بتتعلم انت مش عايز الحاجه السهله، انت عايز الحاجه اللي تتعلم بيها. تمام. فنصيحتي بلاش تعتمد قوي على الدي كومبايلر في الاول، على الاقل اتعلم اسمبلي كويس وبعدين استخدمه براحتك، بس خليك فاهم اسمبلي كويس. طيب اتعلمنا ايه بقى من التشالنج اللي فاتت دي؟ اكتبوا لي كده لسه في الشات لو سمحتوا. انا مستني الليست مش هكمل. قولوا لي استفدتوا ايه بعيدا عن يعني انا قصدي التشالنج دي، ايه الليسنز اللي اتعلمتوها منها؟ ايه الحاجه اللي انت شايف ان انت استفدتها منها باي شكل، تكنيكال مش تكنيكال براحتك عادي. سيرش 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 ياسر كاتب سيرش 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 حقيقي. تمام. مين تاني اتعلم حاجه اي حاجه؟ الجامب. الجامب عجبتكم؟ الاسمبلي مهم حقيقي يا ادهم. ترو. ايه تاني؟ حاجه كمان ونكمل بقى، يعني يبقوا ثلاثه كفايه قوي.
ها مفيش حاجه ثالثه؟ حاجه واحده يا جماعه كمان يلا. ماشي، عشان وقتكم والساعه داخله على ما اعرفش كام، بس يعني الوقت اتاخر فهكمل. عرفت instructions اول مره اشوفها الصراحه. كويس، نايس، جميل، ده شيء لذيذ. وده هيحصل معاك مع كل باينري هتشوفه، يعني at some point هتبقى بتشوف instructions عمرك ما شفتها بشكل ما، يعني فعادي. طيب اتعلمنا ايه؟ ما تبقاش خايف انك تشوف باينري صعب. الباينري اللي انا وريته لكم ده مش entry level قوي، يعني هو مش حاجه ينفع توريها الناس اول مره شافوا reverse engineering. ولو كنت حاسس انك تايه فيه فده طبيعي. اللي عايزك تعمله ان انت بعد ما انا اخلص السيشن ارجع بص على السلايدز تاني وتريس معاها وحاول تفهمها مع نفسك. ممكن تكون تخت وده طبيعي، زي ما قلت it's not a beginner friendly challenge، مش beginner اللي هو هي سهله للناس المبتدئين بس مش absolute zero beginners، الناس اللي اول مره يسمعوا الاسمبلي وريفرس انجينيرنج النهارده. خلاص، بس زي ما قلت تعلم البيزكس الاول، ما تضيعش وقت انك تقعد تتعلم instructions صعبه او تحاول في بروجرام صعبه وانت لسه مش عارف يعني ايه موف وجامب والكونديشنز والفلاجز شغال ازاي. خلاص، اوعى تتوتر لما تشوف instruction ولا API call ولا function ولا حاجة متعرفهاش. كل اللي محتاجه search engine، تشوفته في ثانية واحدة كتبت search instruction طلع لي مليون page بتقول لي على حاجة. وعندكم websiteين جمال جدا، واحد اسمه Aldide، واحد اسمه هو نفسه اسمه Felix Cloutier وعامل x86 instruction reference. فعندك هو Aldide ده بعيدا عن باقي الويب سايت، انا مش عارف هو بيحط كونتنت ايه بالظبط، بس اغلبها حاجات سكيورتي. بس عندهم هنا في x86 ريفرنس اهو، x86 اسامبلي، هتلاقي فيه حاجات كتير قوي هنا، منها الانستراكشنز. يعني مثلا لو جينا هنا على سوري انستراكشنز اهو، هتلاقي كل الانستراكشنز ممكن تتخيلها وتقدر تفتحها وتقرا هي ايه بالظبط او بتعمل ايه وبتشتغل ازاي. نفس الكلام عند فيليكس هنا. انا بفضل ابص عن الحاجه من عند فيليكس، بس الاثنين مش مشكله، اللي انت اللي يريحك، المهم تبقى بتستفيد منه. يعني طبعا مش كل الانستراكشنز دي هتشوفها، ثلاث ارباعها مش هتشوفها، بس مثلا انك مثلا انكريمنت او بيقول لك بقى كل حاجه على الانستراكشن بتشتغل ازاي، كل حاجه ممكن تتخيلها يعني. فده موقع جميل جدا. وعندك طبعا المايكروسوفت دوكيومنتيشن اللي احنا جبنا من عنده الفانكشن سايتهم شغال ازاي، ونفس الكلام لينكس، لو لقيت فانكشن لينكس مش فاهمه دور عليه وشوف هو ايه برضو. خلاص، براكتس لحد اما تشبع، يعني دايما لو انت فاكر ان انت مفيش باينري تحله هتلاقي باينري تحله وتقعد تريفرس فيه، يعني عادي. الموضوع فن وطول ما انت مستمتع خلاص. خلاص، طيب ديسكليمر سريع كده، كنت اتكلمت عن الموضوع ده في اول السيشن بس حابب اتكلم عليه تاني. خلوا بالكو من يعني الليجال سايد والإثيكال سايد، الأخلاق والقانون. ليه؟ عشان مش عايزين مشاكل. مش عايز أسمع أن حد فيكو راح يكراك لعبة ولا راح يريفرس باينري مفروض ما يعملوش ريفرسينج وبعد كده حصل له مشكلة. خلاص، أنت مش مسموح لك أنك تريفرس سوفتوير مش مكتوب إكسبريسيتلي لك مسموح لك تريفرس، أو مثلا أوبن سورس سوفتوير. يعني مثلا لو هي حاجة كوميرشل زي لعبة ممكن تبعت لينكس المواقع. المواقع موجوده في البرزنتيشن يا محمود، Aldide وFelix، دوس عليهم بس هيطلعوا في هايبر لينكس. يعني هبعت لكم السلايدز ما تقلقش. برضو ممكن يعني احتياطي ابعتها لكم هنا عشان لو السلايدز ما كانتش وصلت لكم فخدوها اهو. ممكن براكتس حبه مواقع نحل منها، في كتير قوي. انا ما رضيتش احط مواقع معينه، بس في بيكو سي تي اف وسايبر تالنتس، وفي عندك crackmeez.one، وفي في مليون. بص حرفيا اكتب ريفرس انجينيرنج تشالنجز على النت هتلاقي حاجات كتير قوي، فما تقلقش المواقع اللي عايز تحل منها هتلاقي فيه كتير يعني. بس المهم، بس ما تعملوش ريفرسنج لحاجه انت مش مسموح لك تعملها ريفرسنج. شوف الريجوليشنز اللي في الدوله اللي انت فيها ايه. اظن اغلبنا من مصر، حتى لو انت مش شغال في الدوله دي، فانت لو شغال في شركه بت اوبريت في الدوله دي فالموضوع بيبقى ليجالي كومبلكس شويه. شوف الريجوليشنز في الشغل بتاعك ايه قبل ما تعمل مصيبه يعني، خلي بالك. ده مش معناه ان انت لو لعبت سي تي اف هيحصل لك مشكله، ده مش معناه ان انت لو عملت ريفرسنج لسي تي اف او اوبن سورس سوفت وير هيحصل لك مشاكل. فدونت وري، براكتس وتعلم براحتك،
خلي بالك بس ما تروحش تجيب برودكت بتاع حد وتعمله ريفرس انجينيرنج وتعمل ببلش للكود، هيتعمل لك مشكله كبيره قوي. خلاص خلي بالك من قوانين المكان اللي انت عايش فيه، وما تسالنيش انا، انا مش محامي، اي ادفايس انا هديه لك غلط ما تسمعش مني، انا فعلا مش محامي. خلاص طيب، فخلوا بالكم بس من الاثيكال كود بتاع الريفرس انجينيرنج، بعيدا عن حتى لو مش هيتعمل لك مشكله، فاخلاقيا مفروض ان لو حد مش عامل ببلش للسورس كود بتاعه فانت ما تعملوش كده. خلاص طيب، اتعلم فين بقى؟ عايز اكمل يعني، اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده طبعا. اتعلم فين اكتر من كده؟ حاجات كتير. اولا انا عندي ريكومندد باث، هو ريكومندد مش ده اللي المفروض تعمله، براحتك يعني، انا شايف ان انت ممكن تعمله، مش عايز تعمله براحتك، لو انت عندك طريقه احسن او حاجه بتموتيفيت يو اكتر من كده براحتك، اتس اب تو يو، انت في الاخر عارف في الكارير بتاعك عايز تعمل فيه ايه، او عندك فكره على الاقل عن ده يعني. فاول حاجه افتكر السي، لو انت بقالك فتره ما كتبتش سي حاول تكتب شويه كده، افتكر بوينترز، داتا ستراكشرز، يعني ماشي ماشي ايدك شويه في السي. بعد كده ذاكر اسامبلي، ذاكر x86 اسامبلي، وهديكوا شويه كورسز كمان شويه تعرفوا ازاي تظبطوا دنيتكم فيها. اتعلم ريفرس انجينيرنج وذاكر الريفرسنج بتاع باينريز، في كورسز لده برضو. خلاص براكتس كتير. بعد كده ممكن تبتدي بقى تتعلم عن الباينري فايلز دي، الاستراكشر بتاعها ايه، زي ما كنا بنشوف سي اف اف اكسبلورر من شويه لما كان جايب لنا هيدرز كتير وستراكشرز جوه الفايلز وبتاع، ده كلام مهم جدا ومفيد يعني. خلاص وبعد كده ممكن تبتدي بقى تتعلم حاجات ادفانسد شويه عن ده، تبتدي تتعلم الاوبريتنج سيستمز مثلا، السيجمنتيشن، ازاي الاوبريتنج سيستم بيتعامل مع الميموري، ايه هي الكنترول ريجسترز، اس ام ام، الاس ام ام دي مود في الاكسكيوشن بتاع البروسيسور، بيبقى البروسيسور فيها شغال ببريفليج عاليه قوي، مع بيرميشنز يعمل اي حاجه. يعني ده انا ببسطها قوي بس يعني ما علينا، او ما تعملش كده، اعمل اللي انت عايزه براحتك، مفيش رود ماب واضحه تقدر تمشي عليها وهي اللي هتحقق لك كل امانيك يعني. في الاخر هو كل واحد معاه كابابيلتيز معينه وعايز يتعلم حاجه، طب يبتدي يشوف احسن طريق ليه، ومفيش طريق صح ومفيش طريق غلط، هو الطريق في الاخر اللي يمشيك انت تبقى ماشي وبتتعامل بروجرس، فهو ده الطريق الصح، دونت وري يعني. ومش لازم تعمل كل حاجه بالترتيب ده، المهم ان انت تبقى عارف انت بتعمل يعني، ذاكرت البيزكس كويس وخلاص، على اساس البيزكس دي بقيت تكمل يعني. خلاص ممكن برضو تشوف فيه تريننج باث على اوبن سكيورتي تريننج 2، ده ويب سايت جميل جدا عليه كورسز كتير قوي، فان شاء الله ممكن يكون مفيد ليكم يعني. خلاص ريسورسز، في 2 كورسز على اوبن سكيورتي تريننج 2، دول مفيدين جدا، واحد الاسامبلي x86 64، وده مفيد لان هتبقى خلاص اتعلمت 64 بت فيرجن، وفي واحد على الاو اس انترنلز، ازاي الاوبريتنج سيستم بيتعامل مع الميموري والبروجرامز وكده. في اوبن سكيورتي تريننج 1، ده الفيرجن القديم من الويب سايت ده قبل ما يجددوه، عليه كورس ريفرس انجينيرنج، ده كورس كويس جدا، ولايف اوف باينريز، ده بيعلمك الباينريز بتشتغل ازاي نفسها، الاستراكشرز بتاعتها عامله ازاي. وفي ريسورسز ثانيه هو ممكن تشوفوها برضو، في كود منها كتب ومنها ويب سايتس وريدنج ليستس وبتاع، مفيده جدا. خلاص اللي عايز يكلمني في اي وقت يكلمني، مفيش اي مشكله، بس يا ريت يعني خلوا بالكم البوينتس اللي تحت، ما تجيش تسالني ازاي ابدا في ريفرس انجينيرنج، انا قلت لكم كل اللي عندي، ما حدش يجي يسالني السؤال ده، انا خلاص شرحت كل حاجه النهارده. يعني بستاذنكم ما حدش يجي يطلب مني جوب ريكومنديشن او ريكومند في حته، انا ما اعرفش حد فيكم بيرسونلي، ما اقدرش ريكومند حد. خلاص لو انت منتظر ان انا ارد عليك ساعتها ده هيكون صعب، واتمنى انك تتفهم ان انا بتشغل في حاجات كتير، بحاول اساعد على قد ما اقدر، بس مش دايما هبقى قادر ارد عليك زي ما كنت هقدر من مثلا 5 6 سنين لما كنت فاضي شويه. تمام، بس عندك بقى سؤال معين عايز تسالني عليه اتفضل، عندك عايز تسال على ريسورس عشان تذاكر حاجه معينه، يعني هتيجي مثلا تسالني عايز اذاكر كذا، مش عايز اذاكر مثلا ريفرس انجينيرنج، طب ما هو ريفرس انجينيرنج انا اوريدي قلت ده وفي كورسز كتير ليه، انما لو توبيك معينه مثلا ماشي. عندك اي فيدباك او اسئله على السيشن، انا هتمنى ان انتوا تبعتوا لي فيدباك، لو حد عنده في حاجه شايف ان هي ما اتشرحتش بوضوح، في حاجه ما فهمهاش، اي مشاكل في الشرح مثلا، باي اول مينز كلمني، فعلا مش هتضايق او هقول لك انت بتقول لي كده ليه، لا طبعا بحب الفيدباك جدا، وطبعا انتوا ادرى المعلومه وصلت لكم كويس ولا لا، فانا هبقى عايز اسمع ده منكم. وبس طبعا اعمل سيرش قبل ما تكلمني، عشان ما تجيش تسالني هي الانستراكشن دي بتعمل ايه، يعني دور الاول وخلاص، لو الدنيا زنقت معاك قوي خلاص مش فاهم اي حاجه،
ممكن تبعت لي، وفي الحالة دي حاول أساعدك على قد ما أقدر إن شاء الله. تمام، شكرا لكم جدا. العدد اللي كمل لآخر السيشن أقل طبعا من اللي بدأ، وده طبيعي بالذات توبيك أدفانس شوية، ممكن تكون تقيلة وممكن يكون مش كل الناس انترستد فيها، فأنا متفاهم ده. بس بشكركم والله اللي قعد لآخر السيشن دي، يعني مشكورا المجهود اللي أنا عملته في البرزنتيشن بضعش، وحتى الناس اللي مشيوا بدري برضو أتمنى يكونوا استفادوا في الجزء اللي قعدوا فيه، سواء كان مشي عشان بقى مشغول أو أنا متفاهم إن الجو الوقت أصلا متأخر يعني. ده اللينكدين بتاعي لو حد عايز يكلمني براحته، وده تويتر أو إكس، يعني مش عايز أقول عليه إكس الصراحة، سواء هو طول عمره هيفضل تويتر. برضو حد عايز يعمل لي فولو، ساعات بشير حاجات. في حد عمل ريز هاند؟ ده غلطة، شكرا. ماشي، يعني ساعات بشير حاجات ريليتد للريسيرش والسكيورتي هناك، ساعات بشير حاجات مش ريليتد قوي. ده الويب سايت بتاعي، هتلاقوا عليه توبكس ليها علاقة بالسكيورتي كتير وشويه ريفرس انجينير حاجات مختلفة. وده الايميل لو حد ما عندوش لينكدين وعايز يكلمني، او ما عندوش تويتر وعايز يكلمني، يبعت لي على الايميل، هرد في اقرب وقت اقدر فيه. بس شكرا لكم. دلوقتي لو حد عايز يسأل أسئلة او عنده حاجة عايز يدسكاست، وانا قلت له في اول السيشن او في نص السيشن خليها في الاخر، يا ريت يعمل ده دلوقتي لو حد عايز يمشي. فشكرا انك قعدت كل ده، و يعني اراكم على خير يعني. باشمهندس الصوت كده تمام ولا في مشكلة؟ تمام، سمعك يا ادهم. تمام، طيب هو حضرتك كنت قلت موضوع اللينك ده، ان انا يعني ايه، ما فهمتش موضوع اللينكينج اللي حضرتك قلت عليه. طيب هقول لك على حاجة، تعالى نرجع للسلايد ده، انا هشير السكرين تاني. شايفين الشاشة كويس؟ تمام. طب سؤال، بما انك ما فهمتش اللينكينج، هل فهمت باقي السيشن؟ تمام بجد والله يعني، بس حتة لينكينج اتلخبطت فيها، بس الباقي فهمه. ماشي، عشان لو كنت فهمتش الباقي انا كنت ازعل والله يا ابوي. والله فهمت. ماشي، بص يا مستر ادهم، بص يا سيدي، تعال انا هوريها لك عملي. يعني انا طبعا في السيشن ما كانش في وقت ان انا افتح تيرمينال بقى اوريكم الدنيا قوي في الموضوع ده، بس هو ليه لسبب ما. طيب نقفل ايضا. بص يا سيدي، تعالى بص، شايف اد ده فايل اللي اسمه اد ده، خلاص ده عباره عن لينكد اكسكيوتابل معمول له لينكينج، خلاص بيحتاج لايبريز. ماشي، ليه بيحتاج لايبريز؟ علشان الفايل السي بيستخدم، لا اكشلي فكك من اد ده خالص، ده كان اكزامبل انا عامله. تعالى نكتب احنا فايل عشان بس هعقد لك الدنيا شويه لو استخدمت الفايل ده. ماشي، تعالى يا سيدي، هاش include stdio.h، خلاص int main، خلاص وهن printf، ماشي، وهنعمل له compile، خلاص وبيعمل run اهو الحمد لله. في مشكلة في ده؟ تمام. انا دلوقتي عملت له كومبايليشن ولينكينج وكل حاجه، خلاص هو باينري جاهز. ماشي، هعمل له فايل اهو، سوري، فايل a.out، هيطلع لي ايه اهو، لينكد اكسكيوتابل اهو، دايناميكلي لينكد. ماشي، هو دلوقتي بروجرام عشان يرن، مش الاو اس بيحتاج يعمل له لود للايبريز معاه؟ اللايبريز دي مثلا اللي بتخليه يعرف يبرنت، يعرف ياخد انبوت من اليوزر وهكذا، صح؟ مظبوط. طيب بص، لو عملت run الكوماند اسمه ldd على الباينري، هتعرف ايه اللايبريز اللي هو محتاجها. ماشي، هو هنا محتاج الثلاثه لايبريز دول. ماشي، libc اللايبري بتاعت السي اللي هي فيها stdio بقى وسترينج والحاجات دي، خلاص الاثنين التانيين دول related libraries هو محتاجهم، خلاص مش هنخش في تفاصيلهم دلوقتي، libraries هو محتاجهم عشان يشتغل. حلو، طيب هو بقى اللينكر بيعمل ايه؟ تعالى نكمبايل الفايل ده a.c ده من غير لينكينج، خلاص اللي هي كانت الاوبشن بتاعها ايه؟ داش c. ماشي، ثانية، سوري، سوري
بص بقى ايه دوت اوبج ده. هو عبارة عن ايه؟ الف فايل ماشي؟ ده مش جايب انه لينك حرفيا مش لينك. ايه دوت اوبج ده حرفيا هو ايه دوت اوت. الفرق بس ان ده لينكت وده لا. سوري ايه دوت اوت لينكت وده لا. لو عملنا LDD على ايه دوت اوبج نوت دايناميك اكسكيوتبل اصلا. هو مش دايناميك. هو لسه الكومبايلر ما عرفش الاو اس ان الباينري ده محتاج بروجرامز محتاج لايبريز عشان يشتغل. فاهم قصدي؟ بس يعني وكاني كتبت الكود مثلا في نوت باد مثلا كده بس. مش فاهم قصدك. يعني وكاني كتبت الكود كلام كده بس انما ما وضحتش ان ده كود حاجه هعمل منها بروجرام او كلام حاجه مهمه. الشبه كده يعني. هو الكومبايلر من الاخر بدل ما يكومبايل البروجرام ان هو يطلع بروجرام خلاص اكشوال بروجرام, هو عمل له كومبايل ان هو يطلع اوبجكت بس اللي هو ايه فايل فيه شويه اسامبلي انستراكشنز هو محتاجها. فهمت قصدي؟ تمام. طيب بالنسبه للدايناميك واستاتيك دي تفرق معانا في حاجه ولا ما تفرقش؟ كريفرس انجينير مش قوي. الفرق بس الوحيد ان لو هو محتاج دايناميك لايبرري وهي مش موجوده غالبا هتحتاج تدور عليها علشان يعرف يشغلها. فاهم؟ لو انت هتعمل له دايناميك اناليسس هتعمل ديباج للبروجرام وتشوف دنيته خلاص هتحتاج ان انت تشوف الدايناميك لايبرري دي فين. غير كده مش تفرق معاك في حاجه على حسب علمي. طيب حاجه تانية, ال ELF فايل. يعني انا اول ما الاقي مثلا ELF فايل ايه المفروض اللي انا اعمله؟ يعني انا ببدا الاول ان انا ادور في السترينجز اللي فيه, ما لقيتش حاجه بقوم عامل بين ووك, ما لقيتش حاجه ما بعرفش بقى اعمل ايه بعد كده. يعني ايه المفروض هتفتحه بقى بديس اسامبلر تبص عليه تشوف ايه الكود بتاعه هو بيعمل ايه كبروجرام. فاهم؟ تمام. طيب انا هتفتحه ايضا مثلا بجي دي بي اي حاجه بقى. طيب انا ايضا مثلا مش بينزل عندي. يعني انا مش عارف ايه الكوماند بتاعته, كل ما اعمله يقول لي unable to locate. كوماند ايه؟ مش فاهم قصدك. unable to locate ايه بالظبط؟ الباكج اللي هي ايدا دي ذات نفسها. لا ما هي انت مش تنزله باكج. بص يا سيدي ايدا هتنزله كده داونلود ايدا فري. تيجي هنا ايدا فري وتخش تجيب اهو لينكس هتنزل ده. هينزل لك انستولر عادي بقى هتاخده تعمل له دوت سلاش ده وهتنقي له مكان يسطبه زي ويندوز بالظبط. فاهم؟ هو بروجرام بينزل كده. طيب هو ايضا ده بيشتغل على ال ELF مش كده ولا بيشتغل على بيشتغل ELF و PE واي حاجه x86 يعني. لو x86 وفورمات تانية حسب علمي بيشتغل. هو حتى هنا هو كاتبين بص الايدا فري هو بيشتغل على x86 x64 وبيشتغل على PE والالف والماك الماك فايلز خلاص وعنده دي كومبايلر على كلاود بس. فاهم؟ تمام. طيب اخر سؤال بقى معلش, بالنسبه للسترايبد والنوت سترايبد هتفرق معنا برضو في حاجه ولا ما تفرقش؟ الستريبت عامه بيبقى اصعب. مش اصعب. بص هو الستريبت الفرق ايه؟ بص تعالى اوريها لك. تعالى نفتح اي دوت اوت ده في ايدا ماشي. سوري بص على اي دوت اوت هتلاقي ايه جايب لك فورمات وبرنت اف وبتاع الدنيا شكلها نظيف شويه. فاهم؟ اسامي الفاريبلز موجوده خلاص. بص لو عملت له ستريب داش اس بيستريب الفايل خلاص اهو. فاهم؟ سوري المين بس هو هنا برضو جايبه فورمات. ثانيه لا هو اكشلي فعلا عمل ستريبينج هو خدت بالك في التاني كان فتح على المين على طول. فاهم؟ هنا فتح على الانتري بوينت ما عرفش مكان المين فين. انت اللي محتاج تروح تفتحه وهو عارف ان الفانكشن ده اسمه مين. فاهم؟ طيب هل في طريقه فروقات بسيطه زي كده يعني؟ طيب لو عندي الفايل نوت ستريبد انا ممكن اخليه ستريبد ولا ما ينفعش؟ ينفع تستريب فايل عادي. كان في تقريبا كوماند اسمها ستريب. ستريب اهي بس مش فاكر هل دي كانت فعلا بتستريب الباينري ولا لا. اهي ريموف سيمبلز اند سكشنز فروم فايل. خلي بالك الستريبنج برضو ليفلز يعني انت ممكن تستريب كل حاجه ممكن تستريب حاجات معينه. فاهم؟ يعني ممكن نقول له ستريب مثلا داش داش اول ونقول له اي دوت اوت سبورتد فايلز. ايه المشكله؟ ثانيه داش نهو هو المفروض كده عمل له ستريب.
هل هتفرق في حاجه معانا ولا لا، لان احنا اوريدي عاملين له ستريبنج. لا فاهم، بس لو باينري اكبر هتفرق جامد فاهم. يعني مثلا لو فتحنا ايدا مثلا، فتحنا ال اس مثلا فيه اي حته بقى ما تعرفناش. بص هتلاقي كل حاجه ستريبت اصلا، هو في مين اهو مثلا فاهم، بس تيجي تخش بقى على الفانكشنز مفيش اسامي طبيعيه، مفيش، لان هو اصلا تلاقي ستريبت بقى. و سو اكشلي هل هو هل ال اس ستريبت؟ ده سؤال مهم جدا. ستريبت اه تمام. لو ما كانش ستريبت بقى كنت هتلاقي الحاجه الاسامي شكلها احسن شويه، اسامي الفانكشنز ممكن تفضل موجوده مثلا فاهم كده يعني. شكرا يا هندسه. العفو علي، مفيش مشكله. حد تاني عنده اي اسئله؟ حد في حاجه مش فاهمها؟ عبد الله، دينا، محمود، عمر، ياسر، حد فيكم عنده اي اسئله؟ الناس اللي اتبقوا، الناس اللي قاعدين لغايه دلوقتي ما شاء الله. عمر هو عنده سؤال في الشات. عايز حد يماستر الاسمبلي لدرجه ان هو اه طبعا عادي جدا، ايه المشكله؟ الاسمبلي مش صعبه خالص، الاسمبلي بس محتاجه وقت ومحتاجه صبر. يعني ابسط حاجه، انا وانا في الجامعه كتبت اي اس انكريبشن، الاي اس اللي احنا عارفينه ده بالاسمبلي اهو، جبت البروجكت اهو فاهم. مش بعمل كده عشان اقول لك ان انا عملته، بوريك بس عشان تعرف ان هي مش صعبه انك تكتب اسمبلي. انت بس انت خلاص وانس ان انت فهمت الدنيا شغاله ازاي فيها والانستراكشنز تعمل ايه، بقى زيها زي اي بروجرامنج لانجويج. الفرق بس ان ما عندكش فانكشنز بقى ولايبريز تساعدك في حاجات معينه، يعني هتحتاج تمبلمنت الحاجه بنفسك شويه، وممكن تجيب لايبريز وتعمل لها لينكينج عادي، بس قصدي يعني طبعا مش تبقى بسهوله السي مثلا، بس عملناها عادي. مشكله. وفي ناس بيكتبوا اكسبلويتس بالاسمبلي، وفي ناس بيكتبوا كود برودكشن بالاسمبلي، مضطر يعمل كده. ففي اسباب كتير انك تتعلم اسمبلي، اسباب كتير قوي، مش بس ريفرس انجينيرنج يعني.